بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا مشاهدينا بكل متابعي قناة الشروق الفضائية في هذا البث الصباحي الجميل. نأمل إن شاء الله أن يكون هذا الصباح صباح خير ونعمة على كل من يتابعنا وعلى السودان أجمع يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم كثير، صباحكم عافية إن شاء الله، صباح الخير يعني. صباح الخير عليك يا إيمان، وصباح الخير على كل اللي بيتابعوا برنامج صباح الشروق. تحية لكل اللي بيحضرونا من منازلهم، تحية لكل اللي بيحضرونا من مكاتبهم، تحية للمتوجهين نحو أعمالهم المختلفة. إن شاء الله ربنا يجعله يوم رزق ويوم فتح كبير لكل اللي بيتابعونا بإذن الله وتتحقق كل الأمنيات. مرحبا بك من جديد يا إيمان، ويعني أنا طبعا بالمناسبة كل ما تطلعي رحلة مع رحيق الأمكن أنا حرجع تاني وعلق عليها هنا ده تحكي لنا الرحلة. أيوة رحلة جميلة حقيقة. أيوة كضيفة ممكن أن نعمل فيها أنه ضيفة كده. حقيقة رحلة جميلة جدا، مدة 6 أيام ربع الوطن سافرنا نحن ومسرح في الهواء. إن شاء الله مشاهدين موعودين يعني جمال أكثر من يعني من رائع في فقرات مختلفة وفي حلقات مختلفة من رحيق الأمكن ومسرح في الهواء من ولاية غرب دارفور من الجنينة. في الجنينة جميلة حقيقة، وفعلا جنينة جميلة بكل الناس الموجودين فيها بعادات وتقاليد وقبائل وثقافة المختلفة. اشتغلنا 3 حلقات من رحيق الأمكنة وثلاثة حلقات من مسرح في الهواء، فإن شاء الله إن شاء الله هتكون حاجة أكثر من رائعة. الناس بتتكلم عن مستوى الاستقرار الأمني في المنطقة والتنمية اللي بدت يعني تكون موجودة في تفاصيل الحياة المختلفة. صحيح، أنت عارف فعلا مسألة الأمن دي مسألة مهمة جدا، لأنه مرات بتبادر لذهن أنه نعم الأوضاع مستتبة لكن بيكون بعض الانفلاتات. حقيقة إحنا مشينا مما مشينا لغاية لما جينا فعلا أمن يعني مستقر، يعني قوات الجيش والشرطة متحكمة في الوضع بشكل كبير، نلقاهم موجودين، فده دلالة على إنه الناس ما في أي انفلات، ما في أي حاجة، فالوضع عادي والسوق عادي والحياة العادية، الناس ماشية، فالحمد لله ربنا يجعل الأمن إن شاء الله لكل أرجاء السودان، لكل ربع السودان يا رب. بإذن الله أكيد، ويعني يكون الشعب السوداني والمواطن السوداني في ذات الحفاوة. ترجعي مقدمة بعد خلاص. نعم أكيد، بداية كمان في بداية هذه الحلقة ننوه كل المشاهدين على أنه كل حلقات برنامج صباح الشروق موجودة الآن على صفحة قناة الشروق على يوتيوب، هي وكل برامج القناة التي تقدم من خلال البث الذي يمتد على ربوع سودان الحبيب. صحيح، بالإضافة إلى الفيسبوك وبالإضافة إلى الشروق.net اللي فيها كثير طبعا من الأخبار والصور والموضوعات المختلفة في الحياة اليومية، واللي بالتأكيد بنستقي منها أيضا العديد من الأخبار اللي بنطرحها لكم خلال حلقتنا من صباح الشروق. نعم، عندنا عدد من الفقرات حنبدأ بها معكم مشاهدين. يمكن خلينا نجيب معكم في معلومة صحية. هذه المعلومة الصحية من خلال نتعرف على دائما مستجدات لها علاقة بنمط الحياة اللي بنعيشه ونمط الغذاء، وهذه المعلومة اليوم تتناول لهذا السبب لا يستخدمون الهاتف أثناء تناول الطعام. نعم، توصلت دراسة كندية إلى أن استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام يشعرك بعدم السعادة ويشتت تركيزك وتواصلك مع الآخرين الجالسين معك. ووجدت الدراسة الصادرة من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوف بكندا في استطلاع رأي أجرته أن 90% ممن شملهم الاستطلاع قالوا أنهم يستعملون هواتفهم في أغلب جلساتهم الاجتماعية سواء داخل محيط الأسرة أو العائلة أو الأصدقاء. ويحذر الخبراء من التواصل الدائم بالهواتف الذكية ومتابعته باستمرار نظرا لأنه يحد من سعادة المستخدم نفسه أو المستخدم نفسه، ويحرمه من الاستمتاع بالوجبة التي يتناولها مع العائلة والأصدقاء. كله إلا الاستمتاع بالوجبة. وشمل الاستطلاع 300 مستخدم من يتناولون وجباتهم في المطاعم مع الأصدقاء وأفراد العائلة، وسئلوا ما إذا كانوا يحتفظون بهواتف على طاولة الطعام أم يضعونه بعيدا عنهم، ومدى الترابط والشعور بالملل ومستوى السعادة خلال تناولهم للطعام. بيّنت الإحصائية أن المستخدمين الذين يميلون للاستمتاع بوجبة الطعام لا يشعرون بها طالما هواتفهم موضوعة على الطاولة، لأنها تعمل بمثابة أداة تشتيت. أما المستخدمين الذين يستخدمون هواتفهم على طاولة الطعام شعروا بتراجع متعتهم نظرا لانشغالهم بأجهزتهم بنسبة 11% من جلستهم الاجتماعية. وأوضحت الإحصائية أيضا أن المشاركين في الاستطلاع شعروا بالسعادة عند التواصل مع الآخر وجها لوجه أكثر من تلك عند التواصل عبر هواتفهم المحمولة، بحسب ما نشرته في صحيفة ديلي ميل البريطانية الأحد. نعم، هذا هو الخبر اللي يمكن ركز شوية على في حكاية الاستمتاع بالأكل، معناه أنت تحب لما تقعد كده في الوجبة تقعد فيها بمزاج. الحاجة دي لا تحتمل التشتيت.
يعني هي يعني ممكن تكون وجبة واحدة أو أيوة. كل يومين وجبة، ولكن تكون باستمتاع وفي انقطاع عن العالم يعني. هو ما في انقطاع، لازم تكون مع الناس يعني. وقال لك وجها بوجه يعني. حسب كمية الوجبة يعني مرات وجبة لا تحتمل المشاركة يعني. عموما تمنيات الصحة والعافية إن شاء الله لكل المشاهدين والمتابعين. ده فيما يخص الطعام والمشاركة، الحمد لله ده موجودة عندنا طبعا في سنتنا السودانية الموجودة. نعم خفت شوية بسبب المشاغل واختلاف الأوقات، يعني الناس في الشغل غير ناس الجامعة غير ناس المدارس، لكن تظل إنه الأسرة بتكون موجودة مع بعضها. صحيح، وشيء جميل إنه مهما يعني تغير الواقع الاقتصادي في السودان يظل الشخص السوداني والزول السوداني محافظ على نمط الغذاء الاجتماعي اللي يكون موجود فيه في الصينية حتى في رمضان، ورمضان ما بعيد هنشوف فيه إنه يعني قادر الزول السوداني ده يحافظ على عاداته وتقاليده مهما كانت المتغيرات. بالضبط بالضبط. نعم. ان شاء الله يجينا بصحه وعافيه وسلام. نعم. يا رب العالمين. شكرا عندنا برضو جديد التكنولوجيا. نعم. وقت اضافي لحذف الرسائل المحرجه على الواتساب. نعم، قال الصحيفه الديلي ميل البريطانيه ان تطبيق واتساب للتراسل الفوري سيتيح قريبا لمستخدميه مزيدا من الوقت قبل حذف الرسائل المحرجة. وفي نوفمبر الماضي أطلق واتساب خاصية حذف الرسائل المرسلة قبل أن يشاهدها المستقبل على ألا تتجاوز مدة إرسالها 420 ثانية أو 7 دقائق. أما الخاصية الجديدة وفق ما أوضحت الصحيفة البريطانية فستتيح حذف الرسالة خلال 4096 ثانية أي 68 دقيقة، اللي هي تعتبر ساعة و8 دقائق و16 ثانية. وعلى المستخدم الضغط مطولا على الرسالة لتظهر قائمة تضم خيارات، منها خيار الحذف عند الجميع، ويمكن أيضا تحديد أكثر من رسالة وحذفها في نفس الوقت. هناك حيلة ذكية، وكان الخبراء وجدوا سابقا حيلة ذكية من أجل زيادة فترة السماح بحذف الرسالة، وتعتمد الفكرة على تغيير تاريخ الهاتف إلى ما قبل إرسال الرسالة ثم حذفها بصرف النظر عما إذا كان المتلقي قد قرأها أم لا. نعم، يمكنك الاستفادة نعم من تلك الحيلة بهذه الخطوات التالية. نمرة 1، افصل الهاتف عن الإنترنت سواء كانت شبكة واي فاي أو باقات. أغلق البرنامج واتساب على هاتفك. نعم، غير التاريخ في الهاتف إلى اليوم السابق ليوم إرسال الرسالة والتوقيت إلى ساعة سابقة أيضا. افتح تطبيق واتساب مجددا واقبس على الرسالة التي تريد حذفها حتى يظهر لك خيار الحذف. أعد ضبط التاريخ بشكل صحيح. اتصل بالإنترنت مجددا لتجد أن الرسالة قد حذفت بالفعل. طيب الجابر الناس أصلا شنو من البداية؟ يعني مش تخلي بالك وانت بتكتب. عموما حتى يعني كثير من الأشياء طبعا التكنولوجيا دي عندها سلبيات وإيجابيات، بنلقى بعض الأمور اللي ممكن تصل على الهواتف اللي هي تكون محرجة أو خادشة للحياة، أو كثير من الأمور اللي الناس ممكن ما تتحكم فيها. أفضل المسح الأول بأول لكل الأمور دي على أساس، وبعدين تنبيه الناس بأنه هذا فعل مشين أو هذا فعل غير لائق، دي كلها بتحد من المشكلات لإرسال الرسالة. صحيح، وعلى أرض الواقع بنجد أنه الواتساب بميزة أو بهذه الخصوصية في الإرسال السريع خلى في كثير من العلاقات يعني تضطرب بسبب رسائل توجهت في 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 مكان غير مكانه. صحيح، وكنا نكون موجودين احيانا في جروبات اجتماعيه او جروبات مهنيه ونجد فيها رسائل غير مناسبه تماما. صحيح، وبعد ذاك يعتذر المرسل عن انه ما كان يقصد وكذا ولا يغادر او يغادر. أيوة، يعني من الحرج. أيوة، يعني طبعا بالتاكيد. صحيح، نتمنى ان شاء الله انه الناس ابدا ما تتحرج في اي وضع من الاوضاع اذا كان واتساب او غيره، ونتمنى ان شاء الله انه هذه التكنولوجيا نستفيد منها الاستفاده القصوى. دائما اللي فيها كثير من النفع بالتاكيد، ننفع ديننا في الاول، وننفع علاقاتنا الاجتماعيه، وننفع المعلومات اللي هي احنا نتداولها مع بعضنا البعض. صحيح. نعم، احنا دي تعتبر اثنين من الاخبار المهمه جدا اللي استعرضناها لكم هذا الصباح، وبالتاكيد دائما معودين لكم على لحن صباحي جميل، هذا اللحن اللي دائما بيكون فيه واحده او عدد من الكلمات المختلفه، الكلمات اللي علاقه بالتراث وبالاصاله وبالجساره، وبالتاكيد الشخصيه السودانيه تستحق اكثر من ذلك. اذا هذا اللحن الصباحي من السياده للفنانه نضال.
فخامي وعظمة وسيادة نوابة ما بيحمل قيادة حرام عليك يا القيادة. مشاهدينا ويعني دي كانت تحية الصباح ولحن الصباح اللي بنهديه لكل اللي بيتابع برنامج صباح الشروق، وتحية من هنا للضابطة السودانية وللمرأة السودانية
ويعني خلينا نقول انه يعني المرأة السودانية تفوقت على كل صفاتها بالمواقع اللي تقلدتها على مستوى سياسي، على مستوى اجتماعي، على مستوى شرطي وامني. دائما موجودة المرأة في هذه الساحات تثبت نفسها وتثبت انه المرأة السودانية مختلفة منذ الازل يعني. صحيح بالتأكيد. الاغنية جميلة رائعة. نعم. وكلماتها بجد كلمات الحماس هذا لا عرضة زي ما بقولوا، لكن مع ناس الغضروف ما بتجي. خلاص انا كنت اقول للاستاذ دي فقرتنا الجايه اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله عن مشكلات الغضروف، خاصه للناس اللي بيجروا عمليات. اول عمليه هي نفسها بتتم بياته طريقه ولمنه بالضبط من الناس اللي عندهم المشكلات دي. سعيدين انه يكون معنا داخل الاستوديو دكتور اسامه سكراب استشاري جراحه العظام. اهلا وبحب بك دكتور. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. لنا اكثر من حلقه. أيوة. بنتناول موضوع الغضروف. نعم. ويعني وكان في معلومات يعني اساسيه كانت غائبه. نعم. يعني بشكل كبير عن معلومات الناس انه الغضروف ده ما بس في الظهر، احنا بنتكلم عن الغضروف ممكن يكون غضروف. نعم. في الركب ايضا. نعم. ويعاني من ذات الاشكاليات. نعم. فممكن يعني تلخيص سريع لما مرينا به وندخل. نعم. في العمليات. يعني احنا طبعا تكلمنا عن الغضروف زي ما قلنا هو شنو، هو عباره عن اللي هو ماده جيلاتينيه جواها في مويه زي ما قلنا. مرات كثيره جدا المويه الجوه دي بتقل، بيبدا الغضروف شنو بيضغط على الاعصاب الموجوده في الظهر، والاعصاب موجوده في الظهر دي بتمشي الارجل، بتمشي الايدي، بتمشي كده، فدي بتقوم شنو بتعمل لنا الالام المختلفه المشهوره بتاعت الغضروف. والحمد لله 90% من علاج الغضروف دائما بيتم بدون تدخل جراحي، 90% من الحالات دي احسن حاجه. نعم. ومعظم الناس طبعا بيخافوا جدا من لما تقول له عمليه الغضروف ولا العمليه دي، فالناس طبعا بيفتكر انه هو ماشي على الموت او ماشي يعني هي يعني الناس بخافوا شديد جدا. صحيح. صحيح. او حتى الشلل لا قدر الله، لا قدر الله بيفتكر انه من العمليه ما بيمشي. نعم. مثلا. نعم. لكن مرات كثيره جدا طبعا الالام بتكون مبرحه بصوره الواحد ما بيقدر يتحملها، وبكون جربنا كل الوسائل بعد بتكون ما في طريقه الا العمل. صحيح. وبرتاح هو بعد وبرتاح جدا. ومرات ثانيه برضه زي ما قلت بكون في مشكله في الحركه ذاتها، يعني بيبدا الزول ما قادر يتحرك، يعني يكون مثلا اثر على الاعصاب المسؤوله عن الحركه، ودي حالات طبعا نادره. في الحالات دي طبعا بتكون الجراحه هي تكون لازمة. اول كمان مره ممكن تكون اول قبل العلاج التحفظي اول. نعم. طيب ونحن في العمليات دي بنعمل شنو؟ يعني عاده احنا في العمليات دي الغضروف ما خلاص بعد بيبقى فقد الخاصيات بتاعته، فقد الوظيفه بتاعته، فقد شكله، فقد مكوناته. فبعد احنا بنضطر هنا شنو؟ نزيل الغضروف. دائما بنعمل العمليه بنفتح في الظهر وبنشيل شنو؟ بنشيل الغضروف الموجود ده. بيكون عندنا اول ما نشيل الغضروف بعد شنو؟ بيرتاح الاعصاب الموجوده، بنشيل المشاكل اللي كانت الضغط الموجودة، الالتهاب اللي كان موجود ده كلها الزول بيرتاح جدا. يبقى لنا شنو؟ الفراغ الموجود اللي كان فيه الغضروف. في غالب الأحوال احنا بنحتاج شنو؟ بنحتاج لرقعة عظمية اللي هي بنكفل المنطقة الموجودة دي بعظم، اللي هو العظم ده الناس طبعا يقول لك رقعة طيب بيجيبوها من وين وكده. أيوة. فعادة احنا بنجيبها من عظم الحوض اللي هو بالجنب ده بالجانب هنا اللي هو العظمة الظاهرة دي، بنشيل منها حتة صغيرة جدا وبنخطها في المنطقة اللي كان فيها الغضروف في النص. وبعد ذاك ممكن ظهر لنا في الصورة، لو ظهرنا في الصورة اللي هو لو لاحظنا الحاجة اللبنية الموجودة. أيوة. دي هي ده الغضروف. أيوة. ممكن دي العظام. لو لاحظنا الغضروف الفوق موجودة، الغضروف في النص موجود، في الحتة في النص بقى في ما في غضروف تماما، لاحظنا بدينا نخط شنو؟ بنخط عظم. والعظم جايبينه من عظمة الحوض، لو شفنا الصورة تحت في عظمة الحوض الصغيرة دي اللي هي ما موجودة سهل. بنكفل المنطقة دي وبعد شوية بتلتئم تماما، بتكفل تماما وشنو؟ بتكون ثابتة وبتزيل الآلام تماما. زي السند كده بتسند؟ زي السند. أيوه. المنطقة اللي بيناته. أيوه. يلا بعد ذاته احنا برضه بنحتاج شنو؟ مرات بنحتاج اننا نثبت العظم ذاته. فممكن ناخد زي مسامير كده وشنو زي مسطره ومسامير كده بنثبت بيها الغضروف في منطقه الغضروف اللي طلع منها، بنثبت الغضروف. طيب دي من التطورات الجديده طبعا في جراحه الغضاريف اللي هي بقت بالمناظير حاليا. ده المنظار. يعني ده منظار طبعا، ده المنظار بتاع الغضروف، يعني بدل ما افتح فتحه كبيره جدا فتحه الغضروف الكبيره الناس اللي عارفينها بورا وعمليه والزول يرقد وكده، بتكون فتحه صغيره جدا لو لاحظنا. وبالمنظار بس الزول بيخش شنو؟ بيشيل الغضروف الموجود اللي هو الموجود ده كله، بعد ذاك يعني نفس العمليه الكبيره ممكن تعملها. التكنولوجيا دي موجوده في السودان؟ في السودان ممكن لسه شويه ما جبناها، لكن نعم. موجوده يعني برا موجوده وكده. نعم. وجايه حتجي للسودان ان شاء الله قريب. فدي شنو؟ بتشيل الغضروف او الماده الموجوده كلها بمنتهى البساطه وبمضاعفات اقل وبمشاكل اقل، وبرضه تخط شنو؟ ممكن نخط
في حاجة تانية برضو من التطورات الجديدة اللي جات اللي هي برضو بدل ما نخط عضو بس بقى في الغضروف الصناعي. يعني بقى في صناعي حاجة صناعية ذاتها هي عبارة عن شنو زي الغضروف يعني حاجة صناعية وموجودة وبقت منتشرة وبتزرعها برضو في نفس المنطقة وبرضو بيأدي غرض الغضروف بيأدي الغرض. طبعا احنا ما نخط العظام زي ما قلنا بعد ده بنفقد الحركة الموجودة في المنطقة بيكون في مرونة مع عضم يلا بعد ده انا بقول شنو بخط غضروف صناعي ممكن ده شكل التثبيت الموجود زي ما شفنا هنا التثبيت العظمي وبعد ذاك في المسامير اللي هي موجودة لو لاحظنا من وراء وفي زي شنو زي عمود احنا بنسميه عمود كده موجود من الخلف ده بثبت الفقرات عشان ما تتحرك يعني ده تثبيت ده نوع من التثبيت عشان يسهل على الحركه يا دكتور الحاجه دي لانه زول بيكون داير يؤدي وظائفه بشكل عادي هو يعني. اصلا الغضروف لما يصل المرحله الماشي العمليه بكون خلاص يعني الغضروف فقد مرونته الظهر ذاته بكون اصلا ما قادر يتحرك اصلا يعني انت من زول يصل المرحله زي دي ما بكون في مرونه اصلا يعني ما في حركه هو ما قادر يتحرك اصلا الظهر بيكون دائما ينحني والعضلات دائما بتكون شنو لاحظنا الناس اللي عندهم الغضاريف مزمنه وحالات متصحصيه زي دي بيكون الظهر بيكون منقبض العضلات منقبضه شديد او حتى تلقاه هو ذاته شنو معوج بالجنب أيوة. تلقى الزول ماشي وهو معوج ذاته ما قادر يمشي يعني من كثره الالام وكذا فدي بالنسبه له بتكون خيار كبير جدا هي ذاتها بتفكر كانها بتسند الظهر بتبقى زي بتخلي الظهر بتبقى له مسنود نعم بتسند له بتسند له الظهر وبتسند المنطقه اللي فيها الغضروف دي ونحن شلنا واحد وبعد ده باقي الغضاريف بتكون موجوده طيب احنا زي ما قلنا ليه بنعمل العمليه قلنا للالم الكبير وقلنا لشنو للحركه او كده طيب شنو المضاعفات اللي ممكن تحصل للعمليه اللي هي دي الحاجات الناس دائما بخاف زي ما قلت احنا عندنا فتحه كبيره في الظهر والظهر طبعا لانه شنو فيه عظام كثيره وفيه عضلات كثيره جدا ففيه تغذيه دمويه كثيره فدائما ممكن نخاف من النزيف او كده ممكن يحصل لنا النزيف او الحاجة الثانية اللي بنخاف منها الالتهابات ما احنا بعد فتحنا العمود الفقري والنخاع الشوكي وكذا الالتهابات في المنطقة دي حساسة جدا فما بنحب الالتهابات مشاكلة كثيرة ممكن برضو تحصل لنا شنو ممكن نحصل من السائل الموجود في الظهر ده ممكن يحصل اللي هو شنو تسريب بعد ذاك ودي حاجة ما يعني ممكن تنتهي بزمن يعني ما حاجة بتكون فيها مشكلة في ناس في بعض الحالات بتستمر بعد في مرات كثيره بيحصل تليف بعد العمليه فالزول ثاني تقوم تجيب شنو الاعراض من الاول دي برضه بيجي يعني تليف وبكفي دي ممكن يحتاج لمنظار بسيط يشيل التليف ده وبيحتاج لعمليه ثانيه مرات كناس بيحتاجوا للعمليه لمره ثانيه طيب برضه من المشاكل اللي بتواجهنا الكبيره جدا انه احنا ثبتنا الغضروف وزي ما قلت انت المرونه بتاعت الظهر في المنطقه دي قلت المرونه الفوق وتحت بعد شنو الضغط على العصب على الغضروف الفوق وعلى الغضروف التحت بيبقى اكبر فبقوم بيحصل لنا شنو انزلاق غضروف في المستوى الاعلى او المستوى الثاني الانزلاق ده معناه شنو دائما بنسبب الانزلاق انزلاق الغضروف معناه شنو احنا زي ما قلنا الغضروف دائما المويه اللي فيه بتبدا تقل وبيبدا شنو بيحصل اللي هو المنطقه اللي برا زي ما قلنا هو عباره عن مويه ومن برا في شنو في زي غشاء اللي هو الجيلاتين اللي بيبر ده فبقوم شنو فجاه بقوم بيحصل له شنو بيحصل فيه ممكن يحصل فيه زي الشق او يحصل فيه زي شنو زي بروز فجائي اللي هو ده بنسميه الانزلاق اللي هو حصل انزلاق اللي هو مرحله من مراحل الغضروف او نوع من انواع الغضاريف زي ما قلت الغضروف حاجه كبيره زي ما تقول حمى ممكن تكون ملاريا ممكن تكون تايفوس ممكن تكون كده طيب يا دكتور الحالات اللي قلت ممكن يحدث فيها الانزلاق في المنطقة العلوية أو السفلية تحت المنطقة اللي تم علاج عن طريق العملية ده بيحصل نسبة لسلوك أو من المريض بعد العملية ولا دي حاجة يعني متوقع حدوثها في كل الحالات هي طبعا لأنه المشكلة إنه الزول بعد ما يحصل العملية بيفتكر إنه مفروض يرجع نفس الحياة اللي كان بيعملها قبل العملية أيوة لا إنت عملت العملية مفروض تحافظ وتحافظ أكثر من الزول العادي خلينا نقسم المحافظة نفسها على اثنين يعني محافظة بعد العملية مباشرة زي فترة النقاهة مثلا والمحافظة الثانية اللي هي هتكون مستمرة على المدى الطويل نعم أيوة. نعم كلام صحيح اللي هي الفترة الأولى دي طبعا دي ما بعد العملية دي طبعا دي أي زول بتدول إرشادات ودي معظم الناس بيعملوها دي ما بكون فيها مشكلة لأنه بكون خايف وبكون داير العملية تنجح وكذا فدي ما افتكر ما قاعد تقابلنا فيها مشاكل فيها كتيرة. فترة كم يا دكتور؟ والله احنا دائما الثلاثة شهور أو الستة شهور
الاولى دي بتكون شو دائما يعني انت كل مره بتقلل يعني ثلاثة شهور الاولى بتكون صعبه، ستة شهور الاولى بتكون صعبه، السنه الاولى بعد ذاك انت اللي قدام يعني بتعدي السنه الاولى دي بعد ده بتكون الامور دي تمام. بعد ده بتبدا شنو المحافظه النوع الثاني زي ما قلت اللي هي دي المحافظه الاهم. ايوه صحيح دي الناس كثيره جدا بنسوها يعني دائما، فدائما بنقول لهم انه لازم تحافظ، لازم شنو تحافظ عشان شنو عشان الغضروف يعني الغضروف الفوق للمستوى العملي والتحت مستوى العملية. ده يبقى له علاقة بشنو خاصة في الجوانب الحياتية يعني مثلا الصلاة هو ممكن قبل العملية ممكن الناس بتكون في الصلاة بتقعد ده ممكن يجيه إحساس بأنه ممكن أيوة يعني يخشوا الأمديات عديدة يعني مش نعم. نعم. فالرياضة الصلاة مثلا واحد لو داري دين يشيل حاجة من الأرض، الحاجات اللي هي المفروض تكون فيها تعاملات معينة بالعضلات. يلا زول بعد ما العملية تنجح إن شاء الله ونعدي المرحلة الأولى زي ما قلنا المحافظة الأولى، بعد ده زول بيبقى هو زيه زي الزول العادي، يبقى عادي أي عادي هو سوي الزول العادي يعني مش إنه مثلا مفروض تبقى صلي في كرسي وما أعرف مفروض ما أعرف ضربه حذاء وما في حاجة زي يعني تبع دخلات بتبقى زيك الزول العادي اللي هي المحافظة اللي بحافظ الزول العادي. أيوه. يعني نفس الكلام اللي بنقوله للزول العادي يوم الجلوس المدة طويلة الوقوف لمدة طويلة الحاجات اللي بتعزل الغضروف اللي بنقولها دائما دي، فدي دائما دي هي الزول اللي بيبدا شنو يحافظ على زيه وزي الزول العادي. يعني انت مش انت عملت الغضروف معناها شنو انت حاجة براك، لا انت والزول حتى العادي ما عنده حتى اللي ما عنده مشاكل في الظهر ذاته المفروض برضه يحافظ على ظهره بنفسه. نعم طيب انت تحدثت عن نسبة انه فقط يعني 10% من الأشخاص المصابين بمشاكل في الغضروف هم اللي بتقرر لهم العمليات. نعم. بيكون في عوامل مشتركة ما بيناتهم، مثلا فئة عمرية محددة، عامل جيني محدد، نساء أو رجال أكثر. والله هي ما لها علاقة طبعا، ما لها علاقة يعني دائما ممكن يكونوا ناس صغار جدا بس عمليات الغضروف بقت تتعامل في ناس 18 و19 صحيح صحيح. وتتعامل برضو في ناس في الأربعينات وفي الخمسينات، هي بتختلف طبعا من زول لزول مدى تحمله للألم. يعني في ناس مثلا بيتحملوا الألم لدرجة كبيرة جدا، في ناس أي ألم ما بيقدر يتحمله لمدة طويلة. بمدى محافظة الزول يعني الزول اللي بيحافظ لمدة طويلة ممكن يحافظ على الظهر، وهو الظهر ذاته انت لو خليت الغضروف ذاته براه هو الظهر ماشي يثبت نفسه. يعني بقول لك انه بعد فترة حتى على أمراض الغضروف المزمنة في الآخر الغضروف ده شنو بيبدأ في الأول زي ما قلنا بكون في جفاف، بعد شوية بكون في عدم ثبات الفقرة ذاتها متحركة ثابتة، بعد شوية بيحصل بروز من العظم. يعني سبحان الله في الآخر ذاته بيحصل الغضروف ذاته بيبني عظم وبيكفل وبيزبط. فالناس اللي بيقدروا انهم يستمروا فترة طويلة بيتحملوا يعني او ما عندهم مشكلة او بيقدروا، ففي النهاية في الاخير في كل حاجة يعني هتقوم العظمة بتبقى العملية زي المسطرة نفس الحاجة اللي احنا بنعملها سريع دي هي بتتعمل في سنين في فترة اطول، لكن بتقوم بطريقة صح ولا ممكن تختلف؟ ممكن تقوم البروز دي يقوم بطريقة خطأ مثلا يقوم يعمل مشكلة كمان اكبر من المشكلة الاولى. سبحان الله انه الحاجات دي في الاخر بتبقى شنو بتلقاه في الاخر بيبقى شنو سليم والحكايه بقت مقفوله وكذا والاخر يعني دي في معظم الاحوال جدا. نعم طيب دكتور انت في الحلقات السابقه تكلمنا عن الموضوع وكان له علاقه الذكر يا علي مباشره بالرياضه صحيح. وباعتبار انه الرياضه هي مساعد كبير جدا بالنسبه للناس العاديين عشان يحافظوا وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل بعد العمليه كيف؟ هل ممكن برضه الان احنا بنتكلم عن الغضاريف اللي هي الفوقيه والسفليه بيحتاج انواع معينه من الرياضه ولا اي نوع رياضه؟ طبعا احنا اكتر رياضه بنحبذها للناس الغضروف اللي هي السباحه دائما، لانه السباحه دائما شنو بتشيل وزن الجسم يعني انت في المويه بتشيل وزن الجسم صح. بعد ديت بتعمل التمرين بدون ما تحمل او بدون ما يكون في وزن تبدا تمرن بس العضلات. فدي من انجح او من اكثر الحاجات المناسبه للغضروف يعني حتى الزول اللي عمل العمليه ولا الزول اللي ما عملها. بعد ما الزول يعمل العمليه والحكايه تبقى عادي وكده بعد خلاص الزول في معظم الاحوال بيكون خلاص بقت الامور بقت كويسه حتى الناس الصغار بعد بيمارس حياته عادي يعني الشباب الان مثلا حكايه رفع الاثقال مثلا كده دي ممكن برضه تكون لها تاثير احنا ما عارفين هل هو تاثير سلبي ولا لا لانه برضه بيكون فيها تحميل عالي جدا على الظهر على نعم نعم هي طبعا حقيقة يعني هي سبقت حتى للناس الكبار يعني حكاية انه اللي اسمه شنو رفع الاثقال مش هي مش رفع بيقول لها شنو اللي هي تربية العضلات او تقوية العضلات دي بقت من الحاجات المهمة جدا هي مش لشكل العضلات او للناس كده لا 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 لانه العضلات انت مما زي ما قلنا انه من الزول من ما يبقى عمره 20 سنه بتبقى العضلات تفقد قوتها بالتدريج فانت لازم تزيد شنو
قوة العضلات. حتى هسي الناس اللي بيجوا عمرهم 80 و90 سنة بيجوا بدهم أوزان. صحيح. بيجوا أوزان أخف شوية لكن بيجد بينصحوا بها. حتى الناس اللي عندهم غضروف أو كذا برضو بننصح بالأوزان. لكن تبقى المشكلة شنو؟ في الأشياء بالطريقة الصحيحة، التمرين بالطريقة الصحيحة، وزي ما كان بيقول لي علي دائما التبريد وشنو التسخين والتبريد. أيوة. والله ممتاز. بتمارين الاستطارة اللي تحصل في البداية يعني. ودائما بيتكلم عن التبريد وعن التسخين يعني. سخن قبل ما الثقافة دي بصراحة يعني. سخن قبل ما يبدأ التمرين وشنو تبرد بعد ما ينتهي التمرين عشان شنو عشان ما تحصل إصابات أو كده. صحيح. ودائما تحاول تشيل بدون إنه الظهر بدون ما ينحني إنه يكون في وضع مستقيم دائما. وتحاول انه الاوزان شنو ما تكون اكتر من اللازم. يعني في ناس كثيره بحاول انه اكتر من مش حاول انه يشيل اكتر من طاقته. هي الحكايه لازم تكون تدريج في اي حاجه. تدريج في اي شيء. تبدا بالتدريج تجيل الاوزان بالتدريج شويه شويه كل ما الوزن خلاص اتعودت عليه وتمشي بعديه وهكذا. يا دكتور الى حد كبير يمكن في النوادي الرياضيه الان الثقافه دي بقت موجوده وثقافتين يكون في مدرب نعم موجود ناصح. ولكن في المنازل خلينا نقول انه كمان النساء والامهات الموجودات المسؤولات من المنازل بيتعرضوا ايوه بيتعرضوا لاوزان كبيره جدا. صح. واحيانا تلقى الوحده هي براها لا زلاد ولا شايله لا طربيزه ايوه الغاز شايله موت الغاز طبعا كل انواع الرياضه الجبل اللي انتم بتشوفوه ده كوم كله قاعد في البيت هو طبعا كله كوم. ودائما بيقولوا الغضروف اكثر حاجه طبعا مشكله ما هي المويه بتاعت الصحه الكبيره دي بيشيلوها بيقلبوها بقلبتها او شلبتها في الديسبنسر او شيلتها من الطابق تحت المويه دي برضو من المشاكل الكبيره جدا اللي بتواجهنا. فدائما برضو في البيت يعني دائما الشيل دائما يكون بطريقه صحيحه. وبعدين دائما شنو تحاول انه بقول لك شنو انك تدفر اكثر من انك شنو تجر تسحب ايوه السحب ده مشكله اي السحب ده مشكله دائما تدفع تلز لكن يعني يا دكتور في حاجات مرات بتحتاج للسحب يعني مثلا ربنا يدي العافيه لامهاتنا الكبار اذا مثلا دارين نساعد ونقوم خاصه كبار السن اللي ما بيقدروا يتحركوا براهم لازم تكون في عمليه السحب دي وتكون بقوه وبرضه يكون التحميل على ظهرنا او على يدنا او على جزء معين على حسب ما نحن بنشيل. فده ممكن يكون بشكل يومي مرتين ثلاثه في اليوم. صحيح. او اذا اقل اضعف الايمان يوم مره واحده في اليوم. صحيح. دي كيف ممكن تتم؟ يعني دي ممكن يعني قلت حاجه مهمه جدا بتجينا كثير جدا اللي هي دائما لما يكون في زول يعني في البيت معتمد على الناس او في زول كبير بيشيلوه بيحطوه فدائما الناس اللي حوالينه قاعد يمرضوا كثير. يعني دي حاجه بنواجهها كل يوم نحن. يعني ممكن ربنا يديم العافيه امهاتنا وابائنا وكذا ويمتعهم بالصحه والعافيه لكن دائما لما يكون في زول كبير او كذا فحبذا لو كان في اكثر من زول بيعتني به وده ما بيحصل في الغالب بيكون في زول واحد قاعد وكذا فدائما الزول ده بيتاذي كثير. يعني دي من الحاجات اللي بنواجهها والله كل يوم يعني طيب يوميا ناس طبعا هي موجوده لكن ممكن خلينا نقول علشان نخفف الضرر ده ممكن تكون في بعض التكنيك مثلا في عمليه السحب او عمليه رفع الكبير السن كيف ممكن تتم عشان نخفف الضرر؟ دائما اول حاجه ننتبه على ظهرنا يعني شنو الظهر ما يكون معوج. يعني دي حاجه احنا ما قاعدين ننتبهوا لها زول لما يجي يكون هو مشغل انه يقدم الخدمه او كده يكون ظهره دائما معوج وهو بشيل ايوه فدائما انت لما تشيل انتبه انك شنو انه الظهر يكون عديل يعني زول يكون أيوة واقف أيوة ويحاول بس من اليدين يطير أيوة وبعدين دائما شنو حاول اكسر الركب اثني ركبتك يعني حاول حمل على الركب وانت بتحمل عشان ما تحمل على الظهر. الحاجه الثانيه حاول تكون قاعد لما داير تعمل حاجه ثانيه عشان شنو الظهر يكون مسنود يعني شنو وانت بتحاول تسنده او تقعده او كده فدي برضو الواحد يعمل حسابه شديد. وما يجيك الالم دائما وقف يعني الالم ده معناه انت اقيف ما تواصل بنفس الحاجه وانت متعلم وقف شويه الألم. ايوه آه. وقف شويه خلي الالم يروح واذا الحاجه احترت ممكن الناس تلبس الحزام الحزام الموجود ده يعني بنسد الظهر او كده لو زول هو بيمارس الحاجه دي باستمرار ممكن يلبس الحزام ده هو شنو بيكفي لنا المنطقه وبرضه مهم جدا ممتاز هي نقطه مهمه ان شاء الله ربي يعني يؤجر كل زول ممارض نعم مريض نعم يعني تحديدا نعم لو كانوا اب نعم ولا ام ده من باب نعم البر. اخيرا بالرجوع لموضوعنا استاذ اسامه سكراب او دكتور اسامه سكراب العمليات اللي بتخان الغضروف في ناس كثيره زي ما قلنا بتتوهم بعض المشاكل انه حيعاني من الام وده حديد دخلوا لي في جسمي واذا تحديدا اذا يعني شالوا جزء من العظام اللي في الحوض
حتسبب آلام، حتنمو تاني، ما حتنمو، حتأثر ما حتأثر. أخيرا بس توضيحات في المسائل دي جدا. توضيحات يعني تطمينية يعني أول حاجة إنه العظم اللي بشيله ده بينمو سريع جدا وبيكفل وما فيه أي مشكلة. الحديد اللي جوه بكون قاعد ديت ما بتشعر به اصلا، يعني ما بتكون شاعر انه الموجود ده شنو او كده. اول ما قفلنا الجلد او كده ثاني خلاص بتنسي جوه، بكون فيه مشكله. نعم. في ناس كتير بقول لك تعال نجي نطلعه ثاني او كده، ما في داعي نعمل عمليه كبيره زي دي، نعمل عمليه اكبر منها عشان نطلع الحديد الموجود في الظهر. وانه المشاكل في ناس بتوهم انه بيحصل الام وما بتحصل اي حاجه، وفي معظم الاحوال العمليات دي ناجحه بقوه كبيره جدا. حتى المضاعفات اللي تكلمت عنها دي مضاعفات بسيطة جدا ونادرة الحدوث. ان شاء الله ربنا يدي الصحة والعافية للجميع. وشكر كبير لك دكتور أسامة سكران استشاري جراحة العظام على هذه التطمينات اللي انت قدمتها والتوضيح. الحقيقة محتاجينه كثير من الناس علشان يعرفوا الموضوع ده سهل وبسيط، وفي الآخر هو هيساعدهم أكيد علشان يقدروا يكملوا حياتهم بالطريقة اللي تكون أقرب للعالية. شكرا جزيلا لك دكتور، يديك الصحة والعافية. احنا بالتأكيد من خلال هذه الفقرة عندنا فقرات مختلفة ومتنوعة. الفقرة القادمة فيما يخص ذاكرة الشروق نتابع. مساء انت طيبة، سعداء جدا انك معانا في هذه الليلة، وانت عمدة خيمة الشروق تفضلي. الله يسلمك. رمضان كريم. الله يسلمك. عجبتك شديد. الحمد لله. زميلة سلمى سيد اشراقها، كل عام وانت بخير. رمضان كريم. الله يخليك. تفضل. دائما المرأة وهي المهتمة بالتفاصيل الدقيقة في المنزل، عدد القهوة والتجهيز لرمضان بشكل مختلف، هذا يمر بذات التفاصيل اللي بيمر بها عند المرأة العادية. رمضان بالنسبة لي من أجمل الشهور اللي حقيقة بلقى فيها نفسي تماما، يعني بلقى فيها نفسي في جو الأسرة اللي من الصعب إنه الإنسان يلقاه في الشهور العادية. وأحلى ما فيك كل حاجة، وأجمل الأحلى الناس طبعا. انا شايف اتنقلت في اكثر من وظيفه في عملك، فهل وجودك في الوظيفه مشاركه حقيقيه ولا يعني طرديات سياسيه لوضع ناس يرضي بها حزب؟ يعني بعد مبادره المشهوره مبادره الشريف للحوار الوطني الشامل، يمكن كان اول منبر للمبادره دي، عشان اخر كان برنامج بصراحه كان بيقدمه بابك الحنين، انا بحييك. يعني كانت اول فرصه لانه تظهر هذه المبادره للسودان والناس يعرفوا عنها انها هي بتعمل في شنو. فبعد كده خطوات المشاركه دي كانت ضمن خطوات المبادره، ما كان المقصود بها المشاركه في السلطه بشكل فعلي اكثر من كونها محاوله لايجاد حكومه وطنيه. في طلعتك ما وجهها للشباب حسنيها، طلعتك ما وجهها للشباب حسنيها، القلوب لك وجهها وقولي للحاس. مرحبا بك مرة ثانية عمدتنا، وعندنا زي مسابقة صغيرة كده داخل هذه الخيمة. شخصية عندها علاقة وثيقة بك جدا، يعني قد تكون في العمل في التعليم أو من أولاد الحلة، فعايزينك تتعرفي عليها، وعندك فرصة تسأليه سؤالين.
سؤالين اجابتهم بنعم او لا، يعني ما حيتكلم معك عشان ما تعرفيهم من صوته. هو انا حسأله هو يقول نعم او لا؟ نعم حيقول نعم او لا، لكن بالراس او بالاصبع، يعني ما حتسمعي صوته لانه صوته بتعرفيه اكيد، لانه عنده علاقه وثيقه جدا بك. هو من وين قطه؟ ما معروف انت قابلتي وين؟ انت قابلتيه في منطقه ما يمكن تعاني للشادو او من خلال النظره بتعرفي؟ ان شاء الله تكون في رمضان ده دعيت للشريف زي العابدين دعوات كويسه. باقي لك سؤال. انا سعيده بادائك في المجموعه اللي احنا فيها، وان شاء الله حتمشي لقدام في الحكايه دي. ما حيقدر يجاوب، هو جاوب. ما هي نعم ولا لا؟ قلت ان شاء الله حتقدر تمشي لقدام. نعم نعم. فرصك انتهت، وحنديك فرصه يرسم لك ملامح من الوجه. الشقيق طايلة محمد سليمان. نعم. انت لا يا فتنة لا تطيل ولا رسيت للوداد حدو. انت لا يا فتنة ولا تطيل ولا رسيت للوداد حدو. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ودائما بنقول انه الانسان عندما يعتمد على يعني ارث كبير جدا بالتاكيد ده بيكون اضاءات واشراقات للمستقبل ولكل ما يعني يمكن ان تقدمه قناة الشروق، ويكون يعني خير ما يبنى على مثل هذه البرامج الجميلة التي تناولت يعني عدد من المواضيع وعدد من الضيوف قدموا الإبداع في قوالب جاذبة جدا جدا وكانت سابقة لزمانة في ذلك الوقت حقيقة. نعم. وكان فيها تنوع كبير جدا، يعني الضيف من ما يدخل لما يطلع يمكن ما يكون عارف انه هيستضاف في شنو ويتكلم معاه شنو، فبيكتشف بانه الحكايه من المولد الى هذه اللحظه فيها علاقه بثقافته، في علاقه باهتماماته، في علاقه بانجازاته، بالسلبيات بالايجابيات، وبيطلع مرتاح جدا. صحيح. وبالتاكيد المشاهد بيطلع بفائده كبيره بانه بيتعرف على هذه الشخصيه. تحيه لكل العاملين بهذا البرنامج الرائع خيمة الشروق والخيمة الرمضانية. نتمنى زي ما قال برضه علي قبل كده ان شاء الله انها ترجع ثاني، ونتمنى ان شاء الله انه تكون ذكريات جميله حتى لضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا عبر هذه الحلقه باذن الله. هو عموما التفكير خارج الصندوق هي ثقافه. صحيح. نتمنى انها تكون يعني منتشره وسائده في مجتمعنا السوداني تحديدا، ونحن بنتعامل مع تحديات مختلفه فرض علينا الواقع اللي بنعيشه، فرضت علينا العولمه والعالم العالم اللي انفتح، وبيكون في تبادل ثقافي خلى ربما الشباب السوداني، خلينا وده مرتبط بموضوع فقرتنا القادمة، يعاني من الكثير من الأفكار، ويعاني من كثير من الظواهر اللي ما كانت موجودة لحد وقت قريب. هذه الظواهر يعني ظلت مسكوت عنها لفترة طويلة إلى أن جاء الوقت يعني المناسب إنه الناس تتدخل في عملية الحلول، ويكون المجتمع كله شريك في هذه العملية، والأساس في هذه العملية الإصلاحية للشباب هم الشباب ذات نفسه من خلال مبادرة ذات للتعامل مع مشاكل الشباب. نعم، أنا سعيدة جدا إنه هذه المبادرة وغيرها من المبادرات اللي هي بتعمل على التنمية والتطوير والمساعدة الكبيرة لشرائح المجتمع المختلفة، مساعدة نفسنا. صحيح. للمقام الأول بإنه إحنا نكون منجزين، ونكون إحنا عندنا أدوار بنعملها ولو كانت بسيطة جدا، لكن بالتأكيد المشاركة المجتمعية هي بتحسسنا بإننا نحن إنسان. الإنسان ده هو دي ضرورته بإنه هو يكون على المحافظة الكبيرة بالمجتمع ومساعدة المجتمع. سعيدة بإنه نستضيف في هذه الفقرة مديرة مكتب الحلول بمبادرة ذات الأستاذة ميادة كمال الدين. مرحبا بك يا إيمان، صباح الخير إيمان وعلي، وصباح الخير على كل المشاهدين صباح الشروق داخل وخارج السودان. أهلا ومرحبا، شرفتينا كثير. في البداية كلمينا عن ذات، الاسم طبعا جميل يعني، لأنه بالنسبة لكم أنتم كناس بتعملوا الحكاية وذات الناس اللي هم بتشتغلوا ليهم او بتشتغلوا عليهم، فكلمينا عن مبادرة ذات. الاسم ذاته هو كان عميق، ذات هي النفس
وغالبا بنلقى معظم المنظمات بتشتغل في حاجات محسوسة، لكن نادرا ما نلقى منظمات تشتغل على الإنسان ذات نفسه. عشان كده جات اسم مبادرة ذات، وهي جات لتناقش مشاكل الشباب المسكوت عنها بالتعاون مع المختصين اللي عندهم الممكن يقدموا حلول للشباب. مشاكل بالتحديد في بتتمثل في ثلاثة محاور بيسموها تابوهات الصمت. المشاكل اللي هي متعلقة بالدين والجنس والأسرة والمجتمع. إحنا هنا في مجتمعنا شوية التابوهات دي ما بنتكلم عنها، يمكن لتربية ربينا عليها أو ثقافة قمنا بها، فذات جات تعترف بالمشاكل دي في المقام الأول وتحاول توجد لها الحلول. جميل. نعم. طيب كلمونا عن بداية الفكرة وانطلاقتها وعدد الشباب اللي أقبلوا عليها من البداية، ممكن تكون الخطوات الأولى الخطط شو؟ طيب المبادرة هي في البداية قامت 2008، كانت في جامعة الرباط، مجموعة من الشباب قاموا بها واتوقفت لظروف الشباب، يعني بينتقلوا من مراحل الجامعة للشغل وكذا. فجاءت المبادرة انطلقت ثاني بثوب جديد اللي هو مبادرة ذات 2015، وكانت أول انطلاقة لنا في شهر 9. وتوقفت المبادرة لأسباب مالية والمشاكل اللي بتقابل معظم المبادرات عادة، والحمد لله يعني الآن رجعنا في 2017 في نهاية السنة وكانت انطلاقتنا، ولحد الآن يعني المبادرة قدرت 2015 تناقش أول مشكلة، والآن إحنا بصدد نناقش المشكلة الثانية وبإذن الله. وصراحة الإقبال كان عليها كبير شديد من الشباب، لأنه نوعية المشاكل دي ما أي زول قاعد يتناولها ولا بيتكلم فيها، ومعانا يعني أعداد كبيرة من الشباب، لأنه حقيقة في احتياج إنه وفي مشاكل حقيقية إحنا ساكتين عنها محتاجين نتكلم فيها. أول حاجة أنا دايرة أبارك ليكم حاجة، مسألة إنه إنه أي حاجة بتقيف ما عيب، وأي حاجة بتقيف هي خطوة مهمة جدا علشان الناس تبدأ تفكر في المشكلات اللي اعترضت يعني استمرارية الموضوع المعين. وبداية الانطلاقة الجديدة هي تعتبر مؤشر جيد لأنه الناس دي فعلا عندهم هدف وعندهم قيمة، هم ساعين إنهم يواصلوها. فبالعكس دائما كل الشركات حتى العالمية، كل المؤسسات العالمية، كل المنظمات اللي هي فعلا واصلت اتبنت على ده، فأنتم ماشيين في الطريق الصح. دي أول حاجة. الحاجة الثانية هي مجموعة من الشباب اللي بيناقشوا مواضيع، شكل المناقشات بتتم كيف؟ يعني عادة فعلا على كلامك الأول إنه المبادرات أو المنظمات بتقوم على مساعدة ناس باحتياجات عادية، بغذاء، بكساء، بغيره، لكن أنتوا عملية توعوية أكثر، مبادرة توعوية. تقييم المبادرة دي كيف؟ مثلا عندكم موضوع معين، يعني ممكن نبدأ نتكلم مثلا عن الشهر الفات إنه عملتوا فيه وشنو المبادرات، منو الناس اللي بيجوكم وبتستقطبوا عدد كبير كيف من الناس اللي أنتم مستهدفينهم؟ تمام. إحنا رحلتنا في المبادرة وبالتحديد في مكتب الحلول، والتحية كل المكاتب الثانية المعانا، شباب بيشتغلوا بجد. بدايتنا بتبدأ بأنه إحنا ما بنجي نقرر أنه دايرين نناقش القضية الفلانية لأنه من وجهة نظرنا إنها هي منتشرة، لا، إحنا عندنا استمارات واستبيانات بتوزع للشباب في أماكنهم، الجامعات، أماكن العامة، المولات، شارع النيل، الساحة الخضراء، أماكن تواجد الشباب نفسهم. فبنديهم الاستمارات بيحكوا لنا وبفضفضوا فيها عن مشاكلهم اللي ما حصل قبل كده، حكوها الزول أو حكوها وما لقوا ليها الحل فبيكتبوها. إحنا بعد كده بنشيل الاستمارات دي بنفريزة، بنشوف شنو المشكلة الأكثر انتشارا بين المشاكل اللي جاتنا دي، وهي هنا بتكون بتتحدد قضيتنا للشهر. قبل اللقاء الأساسي اللي هو عندنا الإيفنت الأساسي بيكون عندنا مجموعة من المناشط بنقوم بها. نمرة واحد بنعمل ورش بحثية، إحنا ذاتنا بنبحث في القضية دي بشكل واسع. وأديكم مثال الآن، إحنا مشكلتنا للشهر القادم بإذن الله هي مشكلة عدم الالتزام بالصلاة، وهي المشكلة اللي كانت أكثر انتشارا بين الشباب،
وجات لأنهم هم بعضهم بيعاني إنهم بيصلي بشكل متقطع أو ما بصلي خالص أو ظهر الظاهرة الجديدة يقول لك I don't pray. فإحنا حابين نناقش القضية دي بدون أي تحيز لأي رأي بشكل واضح. فعملنا مجموعة البحوث. طبعا الراعي إنه خاصة المواضيع الدينية هي تشمل كل يعني الأديان ما بيكون بس فقط على وكل الطوائف. وكل الطوائف بالضبط. بالضبط. فعملنا الورش البحثية اللي هي بحثنا فيها عن موضوع الصلاة بشكل كامل. وعملنا ورش بالاستعانة مع المختصين عندنا المختصين في كافة المجالات المجال الشرعي المجال القانوني الصحي النفسي هم ذاتهم جو أدونا أسباب المشكلة شنو وكيفية الحلول لها كمان مدخلين معانا ومستصحبين نوع جديد من أنواع العلاج بيتم فيه إشراك الشباب ذاتهم في إيجاد الحلول اللي هو موضوع مسرح السرد مسرح السرد هو واحدة من التقنيات النفسية اللي هي الشباب بيجوا يمثلوا المشكلة بنفسهم ويحاولوا يوجدوا لها حلول عن طريق التمثيل جميل. لأنه يعني أسهل ليلة لو جينا قلنا للشباب موضوع الصلاة وقوم صلي لكن المسرح بيركز للزول في اللاواعي بتاعه صحيح. وبطريقة غير مباشرة الزول بيقدر تصلوا الحلول صحيح. نعم. طيب دي عملية البحث عن الحلول اللي انت ذكرتيها الآن طب خلينا نتكلم عن الاعتمادية للاستمارات اللي انتوا بتوزعوها والنتائج اللي بتحصل عليها هل تعتبر يعني معتمدة هل مراجعة من جهات محددة والمستشارين والمختصين اللي بيعملوا معاكم يا ريت تعرفونا على شركائكم في العملية دي. جميل احنا عندنا معانا مركز التروما سنتر هم اللي نقحوا معانا الاستمارة اللي احنا بنشتغل بها ومجموعة من المستشارين كمان عندنا المجلس القومي لرعاية الطفولة مركز الزاهر للتدريب الأسري ومركز أمنية معانا مجموعة من المختصين اللي هم متخصصين في الجانب النفسي والشرعي والقانوني هم اللي كانوا صراحة سند لنا في عملية تنقيح الاستمارة بالإضافة للمجلس القومي للإحصائيات هو كان حتى يعني طلبوا مننا إنه نحن نكون إن شاء الله شراكة مستقبلية نكون جهة إحصائية فيما يخص مشاكل الشباب بالتحديد المتعلقة بالدين والجنس والأسرة والمجتمع فإحنا بنشكرهم بنوصل لهم التحية كل شركاء ذات نعم بالتأكيد الحديث عن الشرائح المستهدفة ده شيء جميل جدا له علاقة بأنه مجموعة من الشباب اللي أنتوا بتستهدفوهم عن طريق الاستمارات اللي بتبدوها لهم وبياخدوها طيب بتقوموا بعد ما تعملوا عملية الفرز وتصلوا للمشكلات وتبدوا تحلوها بتعرضوها وين؟ بتمشوا نفس الأماكن دي ذاتها تاني بتعرضوها ولا الفكرة بأنه بتعملوا ورش كبيرة بتعلنوا عن قيم ورشة بكذا وكذا طيب احنا عندنا اللقاء والمنتدى الاساسي هو اللي حيكون ان شاء الله يوم السبت باذن الله في مركز بالضبط في مركز الفيصل الثقافي من الساعه 4 للساعه 8 باذن الله ده هو اللقاء الاساسي اللي بيتم فيه طرح الحلول وخلاصه البحث بتاعت الشهر الفات كله اللي كنا بنبحث فيه وحتم فيه عرض الإحصائيات والمستشارين هم ذاتهم حيجوا يعرضوا الحلول الممكنة للمشكلة بعد كده حتبدأ رحلة تطبيق الحلول العملية إحنا في ذات بميزنا إنه ما بننظر وخلاص يعني بنلاقي كثير من الحاجات الآن شغالة بينظر يقول لك أعمل وسوي وحاول إحنا بنمشي مع الزول نحاول نطبق القصة لحد النهاية فالآن حيكون عندنا رحلة الحلول العملية بيكون فيها استشارات فردية لو الزول ما حب أو ما بيتواءم مع الجماعة يلاقي مختص براه يساعده في تطبيق الحلول عندنا جلسات علاج جماعي لمجموعة من الشباب اللي هم بعانوا من نفس المشكلة عندنا دورات ورش تدريبية حتكون مختصة في موضوع الصلاة لماذا نصلي وكيف الزول يصل لمرحلة الخشوع التام في الصلاة لأنه الزول إذا ما حس الحاجة صعب جدا يطبقها بالإضافة لمناشط جماعية حيكون إحنا عندنا موضوع اسمه Away Day بنمشي رحلة بعيدة بيسموه عندنا رحلات استشفاء إنه الزول يمشي ويكون اليوم كله في تطبيق بواسطة المختصين طبعاً
وعندنا زيارات. بالزيارة إن شاء الله للشهر ده حتكون للـ SOS. نحاول نعلمهم الصلاة، لأنه إحنا ذاتك إنت المعلومة لما تكون عندك براكة، لما توصل لزول طفل صغير هو حيتعلم، انت حتتعلم وهو حيتعلم، يعني الاثنين سوا. اكيد اكيد، حقيقه ده شيء جميل جدا، وافتكر انه يعني مبادره زي دي احنا محتاجين لها كثير، محتاجين للاعلام انه يظهرها بشكل كبير. تحيه ليكي وتحيه لكل يعني من هو في هذا هذه المبادره، مبادره ذات، وتحيه لزميلي علي القاسم اللي هو واحد من ضمن هذه المبادره. انا بسعد حقيقه لما اقول كلام زي ده، لانه نحن ما معناها الواحد عايز يظهر نفسه، لا، لكن من حقه انه ياخذ يعني هذا الشكر وهذا التقدير، لانه الاعلاميين خاصه الشباب لما يكونوا موجودين في مثل هكذا مواقع بيساعدوا بشكل كبير جدا بانهم يقدموا كل هذه المبادرات عشان تصل لاكبر عدد. هذا دور اساسي للاعلامي، هما معني بالتعامل مع قضايا الناس، فده ماشي يشكر، بالعكس ده دور اصيل وده دور اساسي، لكن شكرا لك يا ايمان. عموما التحايا لكم، يعني اخيرا تذكير اخير بالزمان والمكان للقاء القادم. ان شاء الله اللقاء حيكون في مركز الفيصل الثقافي من الساعه 4 للساعه 8. عندنا استماره بتاع التسجيل في الصفحه بتاعتنا ذات انيشيتيف. كل زول اكتب ZAT حتجيه الصفحه طوالي. تمام. ومرحب بكم وحبابكم، وان شاء الله ايمان تنورينا. اكيد اكيد انا معاكم من الليله ان شاء الله. يديك العافيه، مشكوره كثير. ميرا كمال الدين، مدير مكتب الحلول بمبادره ذات، التحيه لك ولكل ذات، وان شاء الله ذاتنا دائما تنعم بالصحه والعافيه النفسيه والصحه العضويه، وبالتاكيد نكون قريبين دائما للمجتمع بكل ما هو جميل. اذا مشاهدينا، عبر هذه الفقره هي ختام الحلقه الاولى الساعه الاولى، وباذن الله هو فاصل قصير ان شاء الله، ومن ثم نتابع باقي فقراتنا من صباح. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وتحيه لكل من انضموا الان لمتابعه برنامج صباح الشروق. عدد من الفقرات حتجمعنا بكم وضيوف اعزاء لتناول مواضيع مختلفه، يمكن الجانب الاخباري فيها يعني يكون هو الجانب الاكبر، سواء كان اخبار لها علاقه بالجانب السياسي والاقتصادي، وايضا في اخر الحلقه نتناول الجوانب الرياضيه. نعم بالتاكيد، ونستقي هذه المعلومات والاخبار من الشروق دوت نت، نتابعها بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا، وفي موقع الشروق دوت نت نتناول عدد من العناوين، ولكن بداية في هذه المساحة سعيدين يكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ محمد عبد العزيز، كاتب صحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك، السلام عليكم. مرحبا بكم بكل مشاهدينا. مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بك، الله يخليك. بالتاكيد سوف نحلل العديد من الاخبار التي موجودة الان هي على موقع الشروق دوت نت. نبدا بالخبر الرئيس، وهو رئيس الجمهورية يزور شمال كردفان. أكملت ولاية شمال كردفان استعداداتها لاستقبال رئيس الجمهورية عمر البشير في زيارة إلى الولاية تستغرق 3 أيام، تبدأ صباح اليوم ويفتتح خلالها عددا من المشروعات، ويخاطب لقاءات جماهيرية في مدن بارة والأبيض ومروابة، ويلتقي الفعاليات والقوى السياسية في الولاية. وقال والي ولاية أحمد هارون أن زيارة الرئيس البشير تمثل إعلانا لانطلاق المرحلة الثانية من عمر النفير التي تركز على مشروعات استدامة التنمية. نعم. يعني في تفاصيل هذا الخبر نقف على أنه يعني شنو هي المشروعات ويضع على هذه المشروعات التي يعني سيشهدها تواجد البشير افتتاحها، وأيضا يعني فيه في ظل وجود مولانا أحمد هارون. نعم. بداية الخطوط الرئيسية لزيارة الرئيس البشير لولاية شمال كردفان تتعلق بالهو المرحلة الجديدة في نفير ولاية شمال كردفان. نعم. المرحلة، العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو زيادة الإنتاج على المستوى الرأسي وعلى المستوى الأفقي. والزيارة حتشهد تفقد لمشروع أو استثمار سعودي في منطقة جبلة الشيخ، مشروع شركة نادك السعودية.
الشركة عملت استصلاح للأراضي وزرع مساحة من الغمح والنخيل، ودي تقريبا لأول مرة تشهدها ولاية شمال كردفان. المزالة مش مزالة إنتاج لأول مرة للغمح والنخيل، بس في حاجة تانية مهمة برضو، أنه الإنتاج بتاع الفدان يقدر تقريبا ب 28 شوال للفدان الواحد، ودي إنتاجية كبيرة جدا على مستوى اللي هو التوسع الرأسي، ودي الحاجة المفتقدة الزراعة في السودان. فعندما برجع للإمكانيات واستخدام التغانة الحديثة والتغانات والتقاوي وغيرها من المسائل اللي هي ساعدت في زيادة الإنتاج بالشكل الكبير. ولاية شمال كردفان بشكل أساسي هي ولاية عندها إمكانيات كبيرة، وممكن تكون ولاية إنتاجية كبيرة، كانت معروفة على مستوى الإنتاج الحيواني على مستوى اللي هو مزالة الصمق العربي وغيرها، لكن حتضاف حاليا مسألة اللي هو الإنتاج الزراعي بشكل بالتحديد الحبوب الغمح اللي هو محصول استراتيجي. مسألة الفواكه حتتم التوسع فيها، في بعض المناطق في شمال كردفان معروفة بالتوسع في مجال الفواكه. ناخذ في الاعتبار أن المنطقة اللي هي تم زراعتها هي في الأساس تصنف أنها منطقة صحراوية، ليست المناطق اللي هي مثلا زي بارة أو المناطق الجنوبية أو الغربية من ولاية شمال كردفان. فده بوري أنه في إمكانيات كبيرة مش في ولاية شمال كردفان بس، في السودان عموما. الحاجة المهمة الثالثة ممكن نشير لها برضو أنه الاستثمار اللي هو بتاع شركة نادك يقدر بنحو 1.5 مليار ريال سعودي في المشروع ده. ونجاح الاستثمار ده بالشكل ده ممكن يحفز العديد من الشركات أنها تجي تستثمر في السودان. صحيح. تستثمر حتى في ولاية شمال كردفان لأنه في إمكانيات كبيرة، وده بيتطلب إجراءات وشراكات ذكية بين الحكومة والشركات المستثمرة، إضافة إلى الأهالي اللي هم مستفيدين من هذه المشاريع، وده كله بيزيد بصف في النهايه في زياده الانتاج وفي تحقيق الاوضاع الاقتصاديه على هؤلاء يعني المزارعين. طبعا هذا الخبر يستوجب ان نتوقف فيه قليلا وننتقل الان الى ولايه شمال كردفان. الزميل عبد اللطيف عبد الله مراسل قناه الشروق بولايه شمال كردفان معنا عبر الهاتف. اهلا ومرحبا بك عبد اللطيف. مرحبا بك يا ايمن، لك التحيه وتحيه للمشاهد الكريم. اهلا بك، صباح الخير. في البدايه يعني هذا الحديث اللي يمكن استمعت له خاصه من التحليل من الاستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بمجموعه من الانشاءات والشركات اللي هي ستبتدر ان شاء الله العمل والانتاجيه في ولايه شمال كردفان، هلا اخبرتنا على المزيد من هذه الشراكات والانتاجيه التي ان شاء الله ستكون عاليه في المستقبل القريب لهذه الولايه. شكرا لك إيمان، تحية للضيف الاستوديو وزميل علي. أنا يعني سعيد جدا أن أكون هذا الصباح في مدينة بارة تحديدا، وتعلمين إيمان بارة وجمال بارة. صحيح. وطبيعة بارة وكيف يكون الصباح في مدينة بارة الواحة. صحيح. جنة سواقي الصيف وادي الخزلان، كما يقول شاعرها دائما أنها يعني بقعة يعني لديها إلفة خاصة وتؤثر في النفس حينما يزورها أي شخص. صحيح. يتمنى دائما أن يأتيها. هي تتبين لاستقبال السيد رئيس الجمهورية في أول لقاء جماهيري في ولاية شمال كردفان، ربما يعني بعد ساعتين يكون هذا اللقاء مباشرة. هنا الاستعدادات على مستوى عالي، لكن لو تحدثنا عن ولاية شمال كردفان وهي تدخل المرحلة الثانية لنفير مهضتها يعني بدخول العام 2018، هي مرحلة تركز من خلالها الولاية على يعني إرساء قواعد للتنمية تكون مستدامة وراسخة من خلال مشروعات محددة، كمشروع خور أبو حبل وهو مشروع للأمن الغذائي الشامل، وكمشروعات إنتاجية أخرى. اليوم السيد رئيس الجمهورية هنا في محلية بارة سيدشن العمل في واحدة من أكبر يعني مشروعات إنتاج الدواجن في السودان. مزرعة الدواجن في حقل السدر تنتج ما يجمله 7% من إنتاج السودان ككل من إنتاج بيض المائدة. هذه مشروعات. إضافة إلى السيد رئيس الجمهورية سيدشن صباح اليوم حصاد القمح في ولاية شمال كردفان لأول مرة، يعني وما من أحد كان يتوقع أن تنتج ولاية شمال كردفان في هذه الأراضي شبه الصحراوية القمح وينتج النخيل من خلال مشروعات شركة نادك. هنالك مشروع آخر منتج في مجال الثروة الحيوانية، والولاية كما تعلمين لها ميزة في هذا الجانب، وهو مشروع شركة حملان
تمازج ما بين دم برازيلي ودم من الضأن الكردفاني أو الضأن الصحراوي لإنتاج سلالة جديدة يتجاوز يعني إنتاجها من اللحوم أكثر من 100 كيلو للخروف يعني. فأفتكر أن ولاية شمال كردفان اتجهت في إرساء قواعد التنمية بعد ما كانت المرحلة الأولى بمجملها هي لمشروعات تأسيس البنى التحتية التي تنتج هذه الإنتاجية، إضافة إلى بناء وتشييد الطرق التي توصل إلى هذه المشروعات المنتجة، فتح علاقات وتسويق نفسها للعالم الخارجي بأنها يمكن أن تكون يعني سوقا كبيرا يصدر إلى السوق الخارجي لمنتجات جيدة بمواصفات يعني مقبولة في السوق العالمي. نعم. وطريق الصادرات هو الأساس أو القاسم المشترك في نقل هذه الصادرات إلى السوق الخارجي. نعم. إحنا بنشكرك عبد اللطيف عبد الله على حديثك لنا ونقلك المباشر للصورة من هناك عن طريق صوتك ومن طريق عن طريق وصفك. نتمنى إن شاء الله هذه الزيارة تأتي وكلها وتتم هذه الافتتاحات ونشوف يعني هذه المنتجات لا تغزو فقط الأسواق السودانية وإنما يعني يكون هنالك تسليط ضوء والاهتمام أكثر بالصادر كما ذكرت، وذلك من خلال يعني تبني المواصفات المطلوبة على مستوى الجودة وأيضا على مستوى التسويق. نعود لك من جديد أستاذ محمد عبد العزيز، وأنت ذكرت من خلال حديثك إنه ولاية شمال كردفان واحدة من ولايات السودان التي تحظى بالكثير من الموارد الخام التي تحتاج للتوظيف وتحتاج للعمل عليها بأشكال مختلفة. ننتقل لمحور آخر. صحيح. نعم. عندنا عنوان آخر، تعيين نائبة جديدة لرئيس بعثة يونيميد. عين الأمين العام للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنطونيو كوتريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الغانية أنيتا كوكوي غبيهو نائبة لرئيس بعثة حفظ السلام بدارفور اليونيميد، وأكد غوتريش ثقته في غبيهو في أداء مهامها. وقال المسؤولان وفق بيان صادر عن بعثة يونيميد أن نائبة رئيس البعثة الجديدة تستند على خبرة ثرة من واقع مسيرتها المتميزة في الأمم المتحدة. إذن يعني عبر هذا الخبر ما هي مهام ودور اليونيميد في دارفور يعني بعد هدوء الأحوال بشكل كبير؟ طيب، الفكرة الأساسية أنه موات البحث الأممية المشتركة مطورة باختصار اليونيميد في السودان هي مهمة حفظ السلام وتقديم مساعدات للمتضررين من النزاع خاصة النازحين. نعم. إضافة لمراقبة الأوضاع على الأرض. في الفترة الأخيرة شهدت الأوضاع في دارفور تحسنا نسبيا، غادر الحكومة إلى المطالبة بخروج بعثة اليونيميد، وهناك بدأ اتفاق لخروج هذه البعثة التي فعليا بدأت في إخلاء العديد من المواقع. لذلك يمكن أن نقول أن دورها انحصر في الفترة الأخيرة كثيرا عن السنوات الأولى التي كانت شهدت تصاعد النزاع. حاليا البعثة هي ممكن نقول أنه مهامها بقت في يعني حسب التفاصيل الأخيرة للاتفاق بين الحكومة والمجتمع الدولي هي أصبحت كل مرة تضيق مهامها. البعثة في نفسها هي تسعى يعني حاليا يعني هي في ذات الوقت أخلت العديد من المواقع، ولكنها حاليا شرعت في بناء موقع في منطقة تقولو في جبل مرة. ده موقع حيكون كبير جدا يضاف إلى الموقع الأساسي الموجود في الفاشر وبعض المواقع المنتشرة في بعض ولايات دارفور. الفكرة الأساسية هو التأكد من الأوضاع في دارفور تمضي بشكل آمن ومستقر بجانب تقديم المساعدات اللازمة للنازحين في بما يلزم. نعم، جميل. نعم. إذن أيضا عندنا مجموعة من الأخبار في خبرين تقريبا متصادفة. نعم. عنوان أيوة، السودان وهولندا يبحثان تنسيق المواقف لمجلس الأمن. بحث وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم وسفيرة مملكة هولندا لدى البلاد كارن بوفن تنسيق المواقف بين البلدين في مجلس الأمن الذي تشغل فيه هولندا مقعدا غير دائم للعام الجاري، خاصة الموضوعات التي تعني البلاد على أجندة المجلس. نعم. وتطرق اللقاء وفق وكالة السودان للأنباء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مشتركة، وقدم وكيل الخارجية شرحا حول مؤتمر السفراء السابع وموضوعه دبلوماسية، موضحا اهتمام حكومة بتعزيز العمل التنموي في البلاد. والحديث بالتأكيد عن هذا الموضوع له علاقة بالدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز السلام والتنمية دعما للاستقرار واستدامة السلام، وطلب النعيم باستقاء المعلومات من مصادرها الأولية. نعم. في ذات السياق هنالك عنوان آخر أيضا، إسماعيل اختراقات عديدة للخارجية في العلاقات الأوروبية والأمريكية.
أكد مندوب السودان الدائم بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل أن وزارة الخارجية بقيادة وزيرها إبراهيم غندور استطاعت أن تحدث اختراقات عديدة ليس فقط على المستوى الأفريقي أو الآسيوي، ولكن على المستوى الأوروبي والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال إسماعيل للمركز السوداني للخدمات الصحية أن وزارة الخارجية بقيادة وزيرها ودبلوماسية فاعلة وواعية استطاعت أن تحدث اختراقات عديدة. نعم، وأعرب مندوب السودان الدائم عن أمله في أن يكون العام 2018 هو عام العبور في علاقات السودان الخارجية حتى يتبوأ موقعه الطبيعي بين الدول والمنظمات. إذن هذه هي يعني مجموعة من الأخبار اللي لها علاقة بالعلاقات الخارجية. دعنا يعني نتحدث عن السودان وهولندا يبحثان تنسيق المواقف في مجلس الأمن. وجود هولندا في مجلس الأمن بصفة مؤقتة كعضو في مجلس الأمن بشكل أهمية كبيرة، خاصة إذا أراد السودان استقطاب المجتمع الدولي، وخاصة من مجلس الأمن بيلعب دور كبير جدا في تحديد المسير المسارات العديد من القضايا ذات الطابع الدولي، خاصة القضايا المتصلة بالسودان. لذلك التقارب مع أعضاء مجلس الأمن، خاصة أنه في هذه المرحلة تدير دولة الكويت الشقيقة مجلس الأمن، وده ممكن يكون يشكل دعم كبير للسودان بحكم العلاقات بين البلدين. النقطة المهمة جدا ممكن هي أنه العلاقات مع هولندا يمكن أن تتجاوز مزالة الحسابات السياسية للعلاقات الاقتصادية. كما أشرت أنه كان في التنوير بما مجريات المؤتمر الدبلوماسيين السودانيين، اللي هو طابع أنه كيف يمكن توظيف الدبلوماسية بشكل فعال لدعم القضايا قضايا التنمية والاستقرار في السودان. وده بيرجعنا برضو لجزء من المحور السابق بتاع ولاية شمال كردفان، أنه هولندا عندها تجارب كبيرة جدا في مجال الإنتاج الحيواني وتطويره، وحتى كان أشار المراسل بتاع الشروق لأنه هناك في خطوات كبيرة لتطوير إنتاج الضان والدواجن، ودي حاجة جديدة الدواجن الضان على مستوى التوسع الرأسي، أنه عندنا ضان كبير لكن ممكن الأوزان بتاعها تكون ضعيفة، لكن كونه أنه الخروف يكون وزنه أكثر من 100 كيلو دي خطوة كبيرة. هولندا عندها تجارب كبيرة بمجال البحوث، في مجال الدراسات، في مجال السلالات وغيره، وخاصة في مجال الألبان وتصنيع منتجات. عندنا مشكلة في السودان اللي هو إضافة غيمة خام أو غيمة مضافة للمنتجات بتاعتها. فدولة صغيرة زي هولندا اللي هي مساحتها كلها ما بتتجاوز مساحة مشروع الجزيرة، عندها اقتصاد ضخم يقوم على مزالة الانتاج الزراعي بشقيقه الحيواني والنباتي، فممكن الاستفادة من تجربة الهولندية في هذا المجال وتطوير القطاعات الزراعية بشقيقها في السودان من خلال هذا المجال. النقطة الثانية تتعلق بمزالة العلاقات الخارجية بالذات مع الدول الأوروبية والأمريكية. دي نقطة مهمة جدا، خاصة أن الفترة الجاية بتشهد الجولة الثانية من الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، ودي الخطوط الرئيسية بتاعتها اللي هي مزالة خروج السودان من لائحة الإرهاب وفقا لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، وما يتبع ذلك من فرض العديد من العقوبات. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية في 6 أكتوبر الماضي رفعت السودان، وزي ما بقولوا كان في هناك عقوبات اقتصادية تم رفعها في 6 أكتوبر الماضي، لكن الاستفادة الكاملة من رفع الحصار الاقتصادي لن تكتمل إلا بمزالة رفع السودان من لائحة الإرهاب. ودي بدأ فيها الحوار حاليا، لأن الموضوع مرتبط خاصة فيما يتعلق بمزالة الديون الخارجية، إحفاد الديون الخارجية. ممكن فنيا السودان يكون مستحق لإحفاد ديون، لكن وجوده في لائحة الإرهاب والولايات المتحدة بتلعب دور كبير في هذا الموضوع، ممكن لا تدعم رفعه من اللائحة. نعم. الموضوع الثاني مزالة جذب الاستثمارات. جذب الاستثمارات وحتى الغروض من الخارج، خاصة في وجود السودان في لائحة الإرهاب والضغوط الأمريكية اللي بتمارسها على المصارف وعلى الدول الكبرى، يعني مثلا ليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل حتى الدول الغربية وحتى بعض الدول العربية والآسيوية اللي هي ممكن تتأثر بالضغوط الأمريكية. إذا حدث اختراق كما توقع السيد مصطفى عثمان إسماعيل خاصة في العام 2018، ده أنا أعتقد الاختراق السياسي والدبلوماسي ممكن ينعكس على المستوى الاقتصادي، وده بيعزز مكانة السودان. ما من شك أن السودان لديه العديد من الإمكانيات الكبيرة والموارد الضخمة التي لم يتم استغلالها حتى الآن، ولكن ده بيتطلب إدارتها بشكل ذكي وشكل فعال وشكل راشد لهذه الموارد، وإدارتها بشكل حديث بأحدث أساليب الإدارة. عندنا نماذج حتى يعني مثلا النموذج بتاع نادك اللي هو استثمار سعودي موجود، في نموذج مثلا شركة أمطار، في نماذج سودانية مثلا عديد من الشركات السودانية بتدير استثماراتها بشكل ناجح جدا وحصل تطوير كبير في مجالها. دايرين نفس الموضوع يعني يمضي لبقية الاستثمارات المختلفة ونطور مزالة السودانية منها يعني. بالتأكيد مزالة الصادر اللي هي واحدة من المشاكل الأساسية اللي هي الصادر الخام، أنه ما صدر خام فقط،
يجيب تصنيعه وإضافة قيمة مضافة، وده بيخليك فائدة كبيرة. أبسط نموذج مثلا مسألة اللحوم، في صدر قرار بوقف تصدير اللحوم الحيوية، أعتقد خطوة كبيرة. ده بيتطلب في ذات الوقت أيوة أن يكون في مطارات حتى في ولاية شمال كردفان مباشرة، مطارات ذات طابع دولي توصل اللحوم والصادر اللحوم إلى الدول المستهدفة، ممكن تصل في ساعات. ده في ذات الوقت بيوفر عملة، ممكن الناس تستفيد من صناعة الجلود وتطويرها. إذا علمنا أنه ممكن أقل بالطو مثلا بيتعمل من الفرو بتاع الخروف بيتباع ب $100 إذا اتعمل بتقانة حديثة، والإيطاليين والأتراك عندهم تجارب كبيرة، وده ممكن يوفر سعر الذبيح. يعني الذبيح يبقى مجاني، اللحوم مجانية، وأنت مستفيد من مزالة كده. أنت ممكن تستفيد حتى من المزالة تحت الأطلاف، ممكن تستفيد من مزالة العظام في تصنيعات في عديد من الصناعات، حتى اللي هي اللي هو بغاية الذبيح الدم وغيره والأعشاب تحته وغيره يمكن الاستفادة منها تحويل لسمات كده. الحاجة الأساسية في مزايا نسبية موجودة في المنتج السوداني، بعتقد أن الناس مفروض تلعب عليها وتستفيد منها. المزارع بتاعتنا المنتج السوداني اورجانيك، خالي من العضوي وخالي من الاضافات، وده بتعمل قيمه كبيره للمنتج بتاعنا. الحاجه الثانيه اعتقد ان السؤال اللي هسه استفاد منها اللي هي الديباجه بتاعت الحلال. هي منتجاتنا طبيعيه انها حلال، معظم المنتج حلال، لكن عندها مواصفات فنيه واشتراطات فنيه مفروض تكون موجوده فيها. اذا المنتج بتاعنا قدرنا ناكد عليه من خلال مواصفات العالميه، لانه المنتج عضوي والمنتج حلال، اعتقد انه ده بيضيف إضافة كبيرة للمنتجات بتاعتنا وبطور. يعني كل حاجات جميلة، هذه الإشارات يعني صحيحة أكيد، والناس ممكن تلقى فيها فرص بشكل أكبر بمزيد من الاهتمام. صحيح. نعم، عندنا عنوان آخر، موسى بنود لم يكتمل تنفيذها في اتفاق أسمرة. كشف رئيس حزب مؤتمر البجة موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية عن بنود لم يكتمل تنفيذها في اتفاق أسمرة، مشيرا إلى عدم ضخ التدفقات اللازمة لصندوق إعمار الشرق وعدم إكمال دمج المسرحين في الخدمة المدنية. وأكد موسى محمد أحمد في حوار مع الشروق ببرنامج ملفات سياسية تجاوز كل العقوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الشرق الموقع في أسمرة بين جبهة الشرق والحكومة في العام 2006، وعزى عدم تنفيذ بعض البنود المتصلة بقسمة الثروة والترتيبات الأمنية للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انفصال جنوب السودان. هذا هو الخبر الذي يعني كان له تصريحات كبيرة كانت عبر هذا البرنامج ملفات سياسية عبر قناتنا قناة الشروق. نتكلم عن شكل الخدمات اللي قدمت إلى شرق السودان في ضمن اتفاقية أسمرة. طيب، تم إنشاء بموجب الاتفاق تم إنشاء صندوق إعمار الشرق، وقام بتنفيذ العديد من المشروعات. دولة الكويت اللي هي أعلنت تبنيها لمزالة مؤتمر إعمار الشرق وضخت العديد من الأموال ووفت بالتزاماتها، تم إنشاء العديد من المرافق. لابد من إعادة النظر أو إعادة عملية تقييم لما تم إنجازه من خلال غنوات حتى لو مستغلة لتقييم ما تم إنجازه، لأنه هناك بعض الانتقادات داخل البرلمان لما تم تحقيقه من أداء صندوق إعمار الشرق في ولاية الشرق الثلاثة. ولكن من المؤكد أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة تم إنشاء على مستوى البنية التحتية، وحتى من خلال كون المشروعات التنموية الكبيرة لم تظهر بشكل كبير. ده بيتطلب أنه في الفترة القادمة الانتباه لمزالة المشاريع التنموية الكبيرة اللي هي ذات طابع مستدام وبحقق إنتاجية عالية على المستوى الرأس والمستوى الأفقي، كما يضمن توظيف العديد من المواطنين المحليين، خاصة ولايات الشرق تتمتع بالعديد من المزايا النسبية فيما يتعلق بمزالة الزراعة، فيما يتعلق بمزايا زراعة بشغل الحيواني والنباتي، بالإضافة إلى وجود البحر الأحمر وما يحويه من العديد من الموارد، خاصة أيضا ظهور العديد من المعادن اللي هي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المواطنين والمنطقة. المهم جدا الموضوع أيضا فيما يتعلق باتفاق الشرق مزالة الترتيبات الأمنية والترتيبات اللي تتعلق بالخدمة المدنية، ده بيستدعي من الجهات الاختصاص سرعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة البنود لقد تكون هناك بعض التفاصيل الفنية. هما السؤال اللي بيطرح نفسه عفوا للمقاطعة، ليه لم يتم تنفيذ هذه البنود؟ يمكن ده ممكن يقود الناس للشيء الممكن يتحركوا فيه يعني. طيب، التصريحات بتاعت السيد مساعد الرئيس أشار لأنه بعض الترتيبات متعلقة بالجوانب الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان حاليا. يعني مثلا في مزالة إعادة الدمج، تسريح أو إعادة الدمج هو الخيار كده، أنه الشخص يا إما يتم دمجه للقوات النظامية المختلفة أو يتم تسريحه عبر منحه مشروع إنتاجي، ودي فيها تكلفة مادية. كذلك مزالة التعيين وإيجاد وظائف وغيره، دي مزالة ذات طابع مادي. في بعض المواضيع متعلقة
الترتيبات الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان. لكن أعتقد أنه على الحكومة السودانية يجب أن تكون واعية، خاصة أن منطقة شرق السودان هي منطقة حساسة، وأنه منذ توقيع الاتفاق شهدت المنطقة استقرار كبير، لم نشهد زي ما بقولوا طلقة ضربت وكده، فبتطلب أن الناس تسارع لمعالجة هذه القضايا بالشكل المطلوب. نعم، لدينا أيضا واحدة من الأخبار. جنوب السودان تطلب رسميا الانضمام للجامعة العربية. تقدمت جنوب السودان بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على عضويتها. وقال مصدر دبلوماسي في الجامعة إن المذكرة ستعرض اليوم الأربعاء على مجلس وزراء خارجية دول الجامعة في دورته 149 بمقر الأمانة العامة في القاهرة. وبعد أيام من انفصال جنوب السودان، أعلنت الجامعة العربية أنه من حق الدولة الوليدة الانضمام إليها، خاصة وأن ميثاق الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير دول الجامعة للغة العربية كلغة رسمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان. مطالبة دولة جنوب السودان يعني بالانضمام إلى جامعة الدول العربية، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ طيب، العديد من القيادات في دولة جنوب السودان أشاروا لرغبتهم في الانضمام والاندراج في المنظمات الإقليمية. الجامعة العربية وحتى منظمة المؤتمر الإسلامي هي جزء من المحيط الإقليمي لدولة جنوب السودان، لذلك هي مهمة مهتمة جدا أن تكون جزء مندمجة في إطار الإقليمي. الحاجة المهمة أيضا أنه لديها العديد من العلاقات الجيدة مع الدول العربية على رأسها السودان وعلى رأسها مصر، وحاليا تشهد علاقاتها مع مصر يعني ممكن نقول هي علاقات تحالف قوي جدا بين القاهرة وحكومة سيلفاكير. ده كلها ممكن تعزز فرص دولة جنوب السودان. الأمر المهم أيضا أنه دولة جنوب السودان اللغة العربية هي لغة رسمية، والعديد من المواطنين فيها يتحدثون اللغة العربية، وحتى هناك طرفة أنه مؤسسة الحركة الشعبية بشكل الحديث وزعيم الراحل دكتور جون غارن ديبابيور كان بيتحدث مع قواته باللغة العربية، لأن هي باعتبارها جامع للعديد من اللغات الموجودة في جنوب السودان وفي أكثر من 70 قبيلة تقريبا. ده الحاجة الأصل معروفة زمان عربي جوبا، عربي جوبا اللي هو يعتبر اللهجة مزيج بين اللغة العربية واللغات المحلية. انضمام دولة جنوب السودان ممكن يعني يواجه بعض التحديات والصعوبات اللي هي بتتعلق بأنه ممكن يعني يفتح المجال في العديد من الدول تقدمت بطلبات للانضمام للجامعة العربية، مثلا تشاد وغيرها. في بعض الدول لديها تريد الرغبة للانضمام لجامعة الدول العربية زي إيران وزي تركيا، ومن هنا بتجي المشكلة أنه ممكن بعض الدول لديها تحفظات حول انضمام مثل هذه الدول. أعتقد أنه الأمر من ناحية نظرية ممكن يكون مقبول، قد يواجه صعوبات فنية تتعلق بطبيعة اللي هي الميكانيزم بتاع اتخاذ القرار في الجامعة العربية اللي ممكن يأخذ وقت أطول. طيب، احنا عندنا خبر اخير. مطالبه ترتيبات لاستيراد 850 الف طن من السكر. اعلن مسؤول حكومي عن شروع وزاره الصناعه في ترتيبات التعاقد لاستيراد 600 الف طن من السكر الابيض و250 الف طن من الخام، مؤكدا ان مخزون السلعه لدى الشركات الوطنيه حاليا يكفي حاجه البلاد لاربعه اشهر قادمه. واوضح وزير الدوله بوزاره الصناعه دكتور عبدو داود في تصريح صحفي يوم الثلاثاء ان 250 الف طن من السكر الخام سيتم تكريره بالاستفادة من الطاقة المتاحة في المصانع الوطنية لتأمين مخزون استراتيجي من السكر حتى شهر نوفمبر القادم، بداية موسم الإنتاج الوطني للموسم الجديد. نقف عند تفاصيل هذا الخبر، ويعني استيراد 850 ألف طن من السكر. طيب، هي ممكن خطوة لتأمين المخزون الاستراتيجي للسودان من السكر، لأنه السكر هو معروف أنه سلعة استراتيجية. دي بتأمن المخزون أصلا موجود حسب تصريحات السيد الوزير أنه موجود 8 شهور، ممكن يعمل يعني حد ما يتم الإجراءات وغيره بتكون مضى عدد من الشهور، فده بأمن المخزون الأساسي. لكن دي هي كلها خطوات ممكن نقول عليها هي ترتيبات ذات طابع يعني ما أساسي يعني أو ما طابع مستمر بياخد صفة الديمومة. نعم أيوه، إذا أخذنا في الاعتبار أن السودان عنده إمكانية عالية لأنه يكون من الدول ذات الإنتاج الكبير في مزالة السكر، ده بتطلب في البداية أنه تزيد الإنتاجية من خلال المصانع الموجودة، إضافة إلى بحث إمكانية فتح مصانع أخرى. بتطلب من الدولة توفير كل الإمكانيات اللازمة من خلال التغانة أو من غيرها لرفع الإنتاجية المصانع
وإنتاج سكر عالي الجودة بتكلفة أقل من خلال التقنيات الحديثة والبرمجيات الحديثة للاستفادة من مسألة رفع الحصار الأمريكي اللي هو ممكن يفتح للسودان استخدام برمجيات حديثة لتطوير الإنتاج، إضافة لمراجعة أداء المصانع الموجودة والغائمة ومتابعة أي مشكلات تواجهها لتحقيق اللي هو الغاية المقصودة أن السودان يحقق الاكتفاء الذاتي من السكر وصولا لمرحلة التصدير، وكل الإمكانيات نظريا هي موجودة لدى السودان. بالتأكيد يعني السودان هو يعني بلد أصل، هي حقيقة عندها أدوار كبيرة جدا خاصة في مجال السكر يعني وإنتاج السكر، نتمنى أنها ترجع لسابق عهدها وأفضل بإذن الله في المستقبل القريب. إحنا بنشكرك كثير أستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على كل ما تفضلت به من تحليل لهذه الأخبار المهمة في هذا الصباح الأربعاء، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدي. شكرا جزيلا. والآن ننتقل مباشرة للمساحات الرياضية والمستطيل الأخضر، تحية لكل عشاق الرياضة. ننتقل لهذه الفقرة، خلينا معكم نتابع أجمل الأهداف. نعم، مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ويعني دخول إلى عالم الرياضة ومساحة للقراءة والتحليل في أهم الأحداث المحلية والعالمية. أهلا ومرحبا بالصحفي الزميل بابكر عثمان اللي هيرافقنا خلال هذه الفقرة. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق. صباح الخير عليك. طيب احنا نبدأ بالخبر الأول، خسر فريق الأهلي شندي أمام وضيفه لامانشا ممثل الكونغو برازافيل بنتيجة 3-0، وذلك في مباراة الذهاب بدور 32 من بطولة الكونفدرالية. تعليقك على هذا الخبر؟ طبعا نتيجة محبطة جدا. صحيح. لفريق هو بطل كأس السودان، فريق يمكن من أكثر الفرق تطورا في بطولة الدوري الممتاز، يضم عناصر مميزة جدا. أنا بعتقد أنه أهل شندي ما كان محظوظ، رغم أنه هو عمل إعداد مثالي، يمكن من أكثر الأندية اللي صرفت على إعدادها وأعدت لاعبيها بصورة مميزة جدا، يمكن خاض قريب 18 مباراة قبل بداية الدوري الممتاز، عدد كبير جدا من المباريات. هو ما كان محظوظ انه واجه فريق هو بطل الدوري
في بلده. فريق لا مانشا هو بطل الدوري أو هو متصدر الدوري في الكونغو حاليا بعد 5 جولات، لم يخسر حتى الآن. حتى في الجولة الماضية من بطولة الكونفدرالية فريق لا مانشا لم يخسر، تأهل على حساب فريق من الكاميرون بالتعادل في الكاميرون والفوز 1-0 في برازافيل. لم يقبل مرمى هدف خلال المباراتين وحتى مباراة أهلي شندي، مما يدل على قوة دفاع فريق أهلي شندي. يمكن برضو الأرياب لأنه ما كان محظوظ في أنه هو عنده عناصر مهمة جدا ما شاركت في هذه المباراة، منها الصادق الجريف وطيب عبد الرازق وأفضل لاعبي الوسط في السودان والدين بوغبا، كل أول الدين بوغبا هم كلهم لاعبين مميزين. يمكن سبب خلل في شكل الفريق يعني بصورة عامة هي نتيجة صعب تعويضه. يمكن تابعنا حتى فريق المريخ فشل في أنه يرجع في نفس النتيجة في دوري أبطال إفريقيا. أهلي شندي مطالب بمجهود كبير جدا للعودة في المباراة. نتمنى التوفيق لفريق الأهلي شندي رغم أنه المهمة صعبة جدا. أنا أتحدث عن فريق لم يتقبل هدف خلال مشاركته في بطولة الكونفدرالية الحالية، 3 مباريات فيها مباراة أهلي شندي، أنت عايز تسجل فيه 4 أهداف أو 3 أهداف لتصل إلى ركلات الترجيح. أهلي شندي أمام مهمة صعبة، لكن أهلي شندي برضو نحن لو راجعنا السنوات الماضية بنلقى أهلي شندي خسر أمام القطن الكاميروني على ما أعتقد قبل 5 أو 6 سنوات بهدفين، وعاد في شندي ب3 أهداف وكانت مباراة ملحمة للأهلي شندي. نتمنى أنه يوفق في أنه يعود، وأهلي شندي من الأندية التي يعني دائما ما تشرف السودان على الصعيد الأفريقي. نعم. طيب أيضا مرور سريع على يعني ما تبقى من عناوين. الهلال يحل ضيفا على توغو سبورت عصر اليوم ضمن مباراة دوري أبطال أفريقيا، توقعاتك كده لحظوظ الهلال اليوم؟ أكيد الهلال فريق صاحب خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية. يمكن الفريق اللي هو حيواجهه حيكون فريق ما سهل، لأنه أقصى فريق ليبار الكنغولي المشارك بصورة مستمرة في بطولات الكاف خلال 5 سنوات الماضية، ويمكن حصل على بطولة كأس الكونفدرالية في العام 2012. الهلال حاليا وضعه أفضل من البداية أمام الفريق السابق في المرحلة الماضية. الهلال حقق انتصار مهم جدا على هلال الأبيض في البطولة المحلية خلال قبل السفر إلى توغو. أعتقد أنه المدربين البرازيليين دائما عودونا على الاعتماد على لاعبين بعينهم لحسم المباريات. محمد أحمد بيشة هو أعتقد رهان البرازيلي فارياس. محمد أحمد بيشة يمكن كل مباريات الهلال في البطولة الإفريقية والبطولة المحلية هو كان لاعب حاسم وسجل أهداف حاسمة، حتى آخر مباراة أمام هلال الأبيض سجل أهداف. اللاعبين البرازيليين زي ما قلت لك اللاعب اللي بيؤمنوا به وبيدوه كامل الثقة وكامل الحرية. يمكن الهلال اللي لو عنده رهان على لاعب بيكون بصورة أكبر محمد أحمد بيشة. الهلال لو وفق في أنه يسجل هدف في مرمى الفريق التوغولي بيكون قطع مشوار نحو التأهل للمرحلة المقبلة. صحيح. طيب هلال الأبيض يستهل مشواره الأفريقي أمام أولمبيك ستارز البوروندي لحساب دوري 32 من بطولة الاتحاد الأفريقي. أولمبيك ستار يعني ما في معلومات كثيرة عن فريق أولمبيك ستار، لكن هو سادس الدوري في بوروندي ولعب حوالي 18 مباراة في البطولة المحلية، يمكن فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4. الفريق هلال الأبيض، إذا الناس بتتحدث عن هلال الأبيض دائما بتذكر السنة الماضية والنجاح اللي حققه هلال الأبيض، وأعتقد أنه هذا الأمر سيشكل ضغوط كبيرة على فريق هلال الأبيض في هذه المباراة. لكن يجب أن يعي الجميع أن فريق هلال الأبيض الحالي ليس هو فريق هلال الأبيض في السنة الماضية، لأنه هلال الأبيض الحالي فقد عناصر مهمة أو عناصر ذات خبرة كانت تمثل عمود فقري للفريق في الموسم الماضي، منهم نصر الدين الشغيل عال الهلال، الآن مثلا نيلسون لازقيلا وبفضل محمد الحسن
لاعبين موجودين في كشوفات فريق هلال البيض لكن انضموا للتحضيرات متاخرين، فما يعني مشاركتهم في المباراه حتى لو شاركوا ما بيدوا بنفس المستوى اللي كان في الفتره الماضيه. عندنا نقطه مهمه جدا اللي هي الحارس اكرم الهادي سليم حارس المنتخب الوطني بقرار اداري فني في نادي هلال البيض تم ابعاده من القائمه الافريقيه. أنا بعتقد إنه القرار ده كان قرار ما موفق، طالما اللاعب موجود في الكشوفات سواء كان الخلاف انضباطي أو خلاف مالي كان يجب أن يكون اللاعب موجود في الكشف الأفريقي، لأنه المانع ربما يزول في أي لحظة وأنت تحتاج إلى خبرات حارس في مقام أكرم الهادي سليم، حتى لو خارج الملعب هو قادر على دعم زملائه بحكم خبراته يعني من المريخ والمنتخب الوطني والخرطوم الوطني وكل الأندية التي لعب فيها. بأبتكر إنه القرار غير موفق، وأتمنى إنه يعني الهلال البيض ما يدفع ثمن إبعاد أكرم الهادي من القائمة الإفريقية. نعم، طيب خلينا أيضا معك ننتقل للمريخ والأحوال المريخية، لجنة التسيير المريخية تشكل لجنة قانونية لمناهضة قرار أو عقوبات بكري المدينة في حال أنه مثلا يعني أرفقت حيثيات كاملة مع التقارير لتثبت إصابة بكري، هل يمكن لجنة الاستئناف تقليل العقوبة؟ هو يعني بكري المدينة حتى في جلسة لجنة الانضباط هو قدم تقارير طبية بتثبت إصابته، لكن لجنة الانضباط خفضت العقوبة من 6 أشهر لأربعة أشهر، وكل المريخاب يرون أن العقوبة عقوبة قاسية، يعني كانوا يروا أنه الأفضل أن يعاقب اللاعب في عدد المباريات، لكن الأهم من ذلك يعني نحن لو عاينا للوضع الموجود حاليا في المريخ، أنت تتحدث عن لجنة التسيير كونت لجنة قانونية، في نفس الوقت اللجنة المجلس المحلول عقد جلسة وقال هو حيستأنف القرار. امبارح المريخ كان فيه اجتماع مجلسين، للأسف الشديد الآن المريخ يدار بهذه الطريقة، اجتماع للجنة التسيير في المجلس التشريعي ولاية الخرطوم، اجتماع للمجلس المحلول في المكتب التنفيذي لنادي المريخ، وكل أصدر قرار لوحده، من ضمنهم حتى قرار لجنة التسيير عينت محمد موسى مدربا عاما للفريق، وخرج أحد أعضاء المجلس المحلول ورفض تعيين محمد موسى في تصريحات للصحافة. الآن يعني نحن بنعايش وضع ربما يعني في ناس قالوا يعني المفروض يخش موسوعة جينيس، يعني ما يحدث في المريخ الآن يعني فوضى لا مثيل لها. ممكن الوضع ده يتحسم 200 وبشنو؟ كان مبارح مفروض يصدر قرار من المحكمة الإدارية اللي هي لجعلها المجلس المحلول في وناهض فيها قرار الوزير. المحكمة الإدارية أجلت القرار إلى يوم الأحد المقبل بعد أن تدخلت لجنة التسيير كطرف أصيل ودفعت بمذكرة، وطالبوا المجلس المحلول بالرد على مذكرة لجنة التسيير. لكن يعني حتى نحن يوم الاحد المريخ لاعب مباراه في الدوري المحلي امام الاهلي الخرطوم، انا متاكد تماما انه اللاعبين منفصلين تماما عما يحدث من امور اداريه، لكن بصوره عامه يعني يعني هذا الامر غير مقبول، يعني يعني يجب انه يكون فيه قرار حاسم، حتى لو تضطر لجنة التسيير مثلا طالما هي عندها قرار من الوزير وتفتكر انه هو قرار شرعي من حقها تدخل بالشرطه، يعني المفروض يكون في حاجه حاسمه على اساس انه يعني يعرف من يدير المريخ. انا مثلا كاعلامي لو عايز اتحصل على معلومه عن نادي المريخ اتحصل عليها كيف؟ اتصل بمنو؟ بالمجلس المحلول او المجلس ام لجنه التسيير؟ نعم يعني دي اشكالات يعني عدم الضبط اللي هو بيخلي الداخلي اللي بيخلي بتبقى في عمليه برجه لحتى خارجيه يعني عموما هي نتمنى ان شاء الله انه كل الاوضاع تصل في الاخر لاستقرار لهذا النادي الكبير يعني. طيب من السودان خلينا ننتقل الى الرياضه العالميه. تأهل فريق ريال مدريد الاسباني الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب أو التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من البطولة. يمكن قبل المباراة مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان كانت كل التوقعات بتصف في اتجاه إنه باريس سان جيرمان يمتلك الفريق الأقوى، عنده عناصر مميزة مثل نيمار ومبابي،
في نفس الوقت تزامن مع يعني انخفاض حاد في مستوى ريال مدريد على مستوى بطولة الدوري المحلي، ويمكن خسر عديد المباريات وتعادل وحتى أصبح ما عنده أمل في البطولة الأسبانية. لكن عندما يعني لعبت مباراة الذهاب، أنا أعتقد إنه باريس سان جيرمان خسر بطاقة التأهل في مباراة الذهاب في ملعب ريال مدريد، لأنه يعني هي قدرات أو فوارق بتاعت مدربين. يمكن زين الدين زيدان في آخر 10 دقائق من المباراة أجرى تبديلين كان لهم سبب في إنه ريال مدريد يسجل هدفين، وفي ذلك الوقت مدرب باريس سان جيرمان يتفرج على المباراة. بعد المباراة مباشرة وفي فوارق الثلاثة أسابيع بين المباراتين حصلت أو الأسبوعين حصلت الكثير من المتغيرات في فريق باريس سان جيرمان. يمكن إصابة اللاعب البرازيلي نيمار كانت ضربة موجعة بالنسبة للفريق قبل هذه المواجهة، جعلها في مجريات المباراة بالأمس تعرض فيراتي للطرد. يمكن باريس سان جيرمان أكمل المباراة منقوص. كل هذه الظروف يعني أدت إلى تأهل ريال مدريد، إضافة إلى أنه يعني ريال مدريد فريق في الأبطال يلعب غير بطولة الدوري المحلي. يعني فريق يعرف كيف تؤكل الكتف في النهائيات أو المباريات التي تلعب بنظام الذهاب والإياب. تبقى دي واحدة يعني واحدة من الأمور اللي برضه إحنا حقو نركز عليها برضه، لأنه المريخ زي ما إحنا تكلمنا عنه قبل شوية بيحتاج أيضا إلى عودة. طيب عودة محمد موسى يعني للجهاز الفني من قبل لجنة التسيير، كيف تنظر إلى هذه العودة؟ وطبعا محمد موسى مدير فني حقق نتائج مميزة جدا في أول تجربة له كمدرب لنادي المريخ، نتائج مميزة كان قريب جدا من الحصول على بطولة الدوري لولا خسارته في الجولة الأخيرة من نادي الهلال. يمكن دفع بعناصر شابة منحها الثقة، حقق نتائج مميزة. حصلت له بعض الخلافات مع أعضاء في المجلس المحلول، وممكن نسميها صراعات يعني بمعنى الصريح، إنه في صراعات بين قدام اللاعبين في نادي المريخ مع محمد موسى، أدت إلى إعفاء محمد موسى من منصبه بقرار من المجلس المحلول. والآن محمد عبد الله مازدة تم تعيينه، لكن محمد عبد الله مازدة يعمل بدون مساعد مدرب، فلجنة التسيير رأت إنه أنسب زول يعني يقدر يدخل بسرعة في العمل وهو عارف قدرات اللاعبين من خلال فترته في الموسم الماضي هو محمد موسى، فرأت إنه هي تعينه. وأعتقد إنه محمد موسى يعني أكد أكثر من مرة إنه هو يتشرف بالعمل مع محمد عبد الله مازدة، لأنه هو مدربه وهو يعني يعد من المدربين المقتدرين في السودان وصاحب سيرة كبيرة. لكن الآن الخلاف حيكون في كيف حيقدر محمد موسى عمله. نعم نعم. يعني الآن المجلس المحلول لم يسلم النادي. نعم نعم. وبالتالي محمد موسى لو حضر إلى تدريب المريخ يمكن أن يمنع. نعم. وما بعيد التصريح صرح أحد أعضاء المجلس المحلول على انه نحن ما المجلس لجنه التسيير ليس لديها الحق في تعيين محمد موسى. صحيح. ونرجع لدائره الاشكاليات اللي بيعاني منها الان نادي المريخ، اللي في الاخر طبعا يعني حقيقه من المجموعه من الاحداث اللي هي بتكون يوميه يعني. صحيح. اصبح دراما يوميه. نحن نتمنى في الاخر يعني الفوز والاستقرار لكل النوادي السودانيه، وانها تشارك ان شاء الله برفع وحمل اسم السودان عاليا. بابكر عثمان نشكرك كثيرا على هذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله لك كل التوفيق في هذا الصباح. شكرا جزيلا لك. اذا كانت هذه مشاهدينا مجموعه فقراتنا اللي قدمناها لكم عبر صباح الشروق مع مجموعه متميزه من الضيوف، وبالتاكيد هو صباح جميل نأمله باذن الله تعالى لكل من يتابعنا باذن الله. شكرا لك يا امان الله. شكرا لك. مع السلامه.